السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم مع بعض على لكتشر 2 من الكورس بتاعنا الابلايد فارماكوجنوزي. يمكن المحاضره النهارده هيكون فيها جزئين. الجزء الاولاني هنتكلم فيه على دورنا كفارماسيست في عمليه الايفالويشن اوف هيربال برودكتس، ومن خلال المشاكل اللي احنا قلناها المحاضره اللي فاتت في عمليه الهرب اندستري، ايه المشاكل اللي بتقابلنا زي الانفيريوريتي وزي الكونتنت اوف سبيسيفايد اكتيفز وزي مشاكل الفندرز المختلفه، وبالتالي ازاي بقى نتغلب على المشاكل دي وازاي نحلها، هو ده دورنا كفارماسيست في المصنع. وبالتالي النهارده اول جزء هيكون بتكلم فيه في الاطار ده او في المحور ده اللي هو فكره الايفالويشن اوف هيربال برودكتس وايه دورنا في العمليه دي. الحاجة التانية اللي بعد كده هنبتدي نتكلم عليها، هنبتدي نتكلم على بعض البيزك كونسبتس اللي انتوا المفروض تكون موجودة عندكم اصلا من السنة اللي فاتت في موضوع الكروماتوجرافي. طب ايه اللي جاب الكروماتوجرافي لدورنا كفارماسيست؟ ده هنشوفه بقى في المحاضرة واحنا ماشيين، ان احنا احد الادوار الاساسية بالنسبة لنا ان احنا نعمل حاجة اسمها كيميكال اناليسز للهيربال برودكت بتاعي عشان احقق اهداف معينة. الكيميكال اناليسيس ده احد التولز الاساسيه فيه هي الكروماتوجرافي والكروماتوجرافيك تكنيكس المختلفه. عشان كده مهم قوي يكون عندك الباك جراوند نوليدج موجوده بالنسبه للكروماتوجرافيك برينسيبلز المختلفه، عشان لما نبدا نتكلم عليها في المحاضرات اللي جايه بشكل ادفانسد اكتر تبقى البرينسيبلز دي موجوده عندك وابقى مطمن ان انت فاهمها كويس. تعالوا نبتدي المحاضره بتاعتنا على خير. يمكن يا شباب السلايد دي بتلخص تقريبا كل اللي احنا قلناه بالنسبه لموضوع او بالنسبه للبروبلمز اللي موجوده في الكواليتي اوف هيربز او اللي بتقابلنا واحنا بنصنع او بنعمل البرودكشن بتاعت الهيربز، ان المشاكل دي كلها تتحل عن طريق ان انا اعمل ايفالويشن. انا لو قدرت اعمل ايفالويشن للهيربل بتاعي في الفترات المختلفه او في الاماكن المختلفه من ناحيه انه هو رو او في الستيتس المختلفه من ناحيه وهو رو ماتيريال، وبعدين بعد كده لما هبتدي اعمله تخزين بيبقى بعد ما اخزنه اشوفه تاني، وبعدين بعد كده لما ابتدي ادخله في عمليات الصناعه المختلفه في كل خطوه بعمل له ايفالويشن بشكل كويس واتاكد ان انا ماشي اكوردنج زي ما احنا قلنا للجي اي بي اللي هي الجود اجريكالتشرال براكتسز، الجي اس بي اللي هي الجود ستورج براكتسز، الجي سي بي اللي هي الجود كولكشن براكتسز، الجي ام بي اللي هي الجود مانيفاكتشرنج براكتسز، كل البراكتسز دي تمام، يبقى انا هضمن ان البرودكت بتاعي اوف جود كواليتي، الثيرابيوتيك فاليو بتاعته مظبوطه، يبقى انا كده زي ما بيقولوا ايه توتال كوميتد، توتالي كوميتد للكواليتي بتاعت الايه الهيربس. هو ده الهدف الرئيسي، والهدف ده هيوصلني في الاخر لحاجه مهمه جدا، ان انا اضمن ان البرودكتس اللي هتوصل للبيشنتس هتبقى الافيكاسي بتاعتها كويسه او الثيرابيوتيك فاليو بتاعتها كويسه، تمام؟ وده الكلام ده يكون فيه ريبروديوسيبيليتي، يعني مش مره ياخد البرودكت فيكون كويس ومره اللي بعدها ياخد البرودكت فالبرودكت يكون اي كلام. لا، احنا محتاجين يكون في ريبروديوسيبيليتي في التعامل، وتكون الافيكاسي او الثيرابيوتيك فاليو دي ثابته من 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 علبه للتانيه ومن كبسوله للتانيه، يعني حتى مع كل دوسج فورم بتتعطى للايه للبيشنت. ومن هنا برضو ظهر عندنا كونسبتس مهمه جدا اللي هي ال WHO جايد لاينز، ودي هنتكلم عليها، اللي متعلقه بالايفالويشن اوف هيربال برودكتس بشكل عام، ودي يمكن هتكون محور الشغل الترم التاني اكتر، ان الجايد لاينز بتقول ايه بالنسبه لل WHO عشان نضمن البروسيسز دي كلها. والحاجة التانية الكونسبت التاني ان انا لو التزمت بالجايد لاينز دي والتزمت بالبراكتسز المختلفة دي يبقى المفروض ان انا كده هوصل للكواليتي اللي انا عايزها. ولكن في ابروتش كمان مهم قوي ان احنا نستخدمه، هو الهيربال دراجز ستاندردايزيشن، ودي نقطة مهمة جدا هنتكلم عليها، اللي هي فكرة ان انا اضمن زي ما قلت لكم ان المادة الفعالة ثابتة at the time of administration، يعني therapeutic value كويسة من كبسولة كمان للتانية في standardization، ومن product للتاني، product اللي بيتباع في مصر زي البرودكت اللي بيتباع في ألمانيا زي البرودكت اللي بيتباع في الهند، طالما في نفس النبات وطالما في برغم من الـ variability ما بين البلانتس وبعضها زي ما شرحنا قبل كده ومشكلة الانفيريوريتي اللي بتكون موجود. يبقى ده دورنا، دورنا ك ك كناس بتوع صناعة بيعملوا production لهيربال برودكتس، ان هم يضمنوا ان البرودكتس بتاعتهم الثيرابيوتيك فاليو بتاعتها كويسه كل طول الوقت، يعني في ريبروديوسيبيليتي في الثيرابيوتيك فاليو دي، وده يتم من خلال ثلاث حاجات، حاجتين بنقول عليهم اجباريين. الحاجه الاولانيه ان انا التزم بال WHO جايد لاينز، والحاجه الثانيه ان انا التزم بكل البراكتسز اللي هنتكلم عليها سواء جي اي بي جي سي بي جي اس بي جي ام بي.
تمام. الحاجه الثالثه لغايه دلوقتي ستيل اختياريه، واختياريه لان هقول لكم ليه، اللي هي فكره الهيربال دراجز ستاندردايزيشن، ان انا اعمل ستاندردايزيشن للهرب بتاعي. وخليني اتكلم في النقطه دي يعني دقيقه. فكره ان انت ساعات بتخش الصيدليه تشتري دواء هيربال برودكت وتلاقي مكتوب على الهرب ده او على البرودكت ده ستاندردايزد مثلا تو كونتين سيرتن برسنتج، مثلا سي 80% اوف سيليمارين مثلا، بتكلم على ميلك فاسل مثلا اللي هو مشهور قوي كهيباتو بروتكتيف في مصر، فتلاقيه مكتوب عليه ستاندردايزد تو كونتين مثلا 80% سيليمارين. دور كده في اي صيدليه هتلاقي الجمله دي مكتوبه على بعض البرودكتس. يبقى ده معناه ان معمول لها حاجه اسمها ستاندردايزيشن. ستاندردايزيشن ده محتاج تكنيكس زي الاتش بي ال سي، زي الجي سي، زي الحاجات دي، بتضمن لي ان انا بعمل اناليسيس غالبا يا اما الماركر كومباوندز وده الاغلب، ومن خلال الاناليسيس بتاع الماركر كومباوند اللي شرحته لكم قبل كده ده باخد صوره كامله ان غالبا الهرب ده كده كله على بعضه هيكون الثيرابيوتيك فاليو بتاعته كويسه. فلما يكون في 80% سيليمارين يبقى غالبا الهرب ده الهيباتو بروتكتيف افكت بتاعه كويس، انما لما يكون في 60 او 50% سيليمارين يبقى الهيباتو بروتكتيف افكت بتاعه هيكون قليل. فهمنا؟ فده فكره الستاندردايزيشن. طب ده ليه ما بعملوش او ما بيكونش اجباري في كل الهيربال برودكتس في المرحله اللي احنا فيها؟ لان مش كل الهيربلز اللي موجوده عندنا انا عارف ايه الماركر كومباوند بتاعها، او ايه المركب اللي ممكن يكون ريبريزنتنج الايه الكيميكال بروفايل كله ويكون مؤشر على البيولوجيكال افكت بشكل كبير. فاهمني؟ في الميلك ثيسل انا عارف ان هو السيليمارين كاكستراكت، انما في حاجات تانية انا ممكن ما اكونش عارف. في السنه مثلا عارف ان هم السينوسايدز كلهم على بعض فبعمل لهم اناليسز وخلاص، يبقى هم دول الماركر كومباوندز بتوعي. في مثلا الارتميزيا انا عارف انه الارتميزينين مثلا يعني، فدي امثله كلها. انما في نباتات تانية انا مش عارف مين لسه الماركر كومباوند اللي هو لو قسته يكون معبر عن الكيميكال بروفايل ككل، لان احنا اتفقنا ان في عندي عدد كبير جدا من المركبات، فانهي مركب هو ده اللي هيكون معبر عن كل المركبات دي، او لما اعمل له اناليسز اضمن من خلاله انه يكون له علاقه بالبيولوجيكال افكت، فقللانه يقلل البيولوجيكال افكت وزيادته يزود البيولوجيكال افكت. فاهمنا؟ فعشان كده ده ستيل اوبشنال ومش بيتعمل في كل الايه في كل البرودكتس، ولكن هو ابروتش مهم جدا. ولما تلاقي هيربال برودكت معمول له ستاندردايزيشن فده هيكون افضل بكتير من الهيربال برودكت اللي مش معمول له ستاندردايزيشن. تمام. يبقى ده ملخص كده ايه الوظيفه بتاعتنا، الدور بتاعنا، الميشن بتاعتنا محطوطه في السلايد دي، وهي فكره الايفالويشن اوف هيربال ايه برودكتس. هنا طبعا يا شباب الكلام اللي انا بتكلم فيه هنا هو ده الكلام اللي انا شرحته في السلايد اللي فاتت. يعني ايه كلمه ستاندردايزيشن؟ انا قلت لكم ان هو اوبشنال، والهدف منه زي ما قلت لكم ان انا هضمن ان كل حاجه زي بعض، في ريبروديوسيبيليتي عاليه جدا، الدوسج فورمز كلها زي بعض، الكبسوله دي زي الكبسوله دي زي الكبسوله دي، كلهم فيهم كميه واحده وكواليتي كمان واحده، تمام، من الانجريدينتس، وبالتالي هوصل للثيرابيوتيك افكت اللي انا عايزه. يعني باختصار هضمن الثيرابيوتيك فاليو، هضمن الثيرابيوتيك فاليو بتاعتي. وزي ما قلت لكم ان فكره الستاندرزيشن بيتعمل غالبا عن طريق حاجات تكنيكس زي الاتش بي ال سي زي الجي سي، بتعمل لي حاجه مهمه قوي اسمها كيميكال اناليسيس، تمام. والكيميكال اناليسيس ده هيكون المخصوص غالبا بماركر كومباوند زي ما قلت لكم، تمام. وممكن برضو ان انا من خلال الستاندرزيشن اعمله من خلال الفينجر برينت، ولكن الاغلبيه الستاندرزيشن بيتعمل عن طريق الماركر كومباوند، ان انا بستخدم كومباوند معين او عدد من المركبات، المركبات دي موجوده في الاكستراكت، اعمل لها اناليسيس بشكل مظبوط واتاكد انها كميتها والكواليتي بتاعتها مظبوطه، يعني بمعنى المركبات دي كواليتيتيفلي موجوده وكوانتيتيتيفلي نسبتها كذا، وبالتالي من خلال الكلام ده ابقى انا كده قدرت اعمل ايه هيربال دراجز ستاندرزيشن. فهو بيلخص لي الكلام اللي انا قلته. طيب الستاندرزيشن ده المفروض انه يتعمل على الرو ماتيريال، اول ما بتجي لك المصنع تتاكد ان نسبه الماده الفعاله او الماركر كومباوند، مش شرط ماده فعاله، الماركر كومباوند اللي انت عايزه يكون موجود بشكل كويس، وبعدين كمان بتتعمل في النهايه على الفينيشد برودكت، بعد ما خلاص خلصت البرودكت بتاعك بتتاكد برضو ان ستيل الماركر كومباوند موجود بالنسبه اللي انت عايزها. وفي بعض الاحيان بتعمله كمان ان بروسيس. يعني ايه ان بروسيس؟ يعني وانت شغال في التصنيع نفسه، وانت بتعمل الصناعه بتاعتك، بتعمل الخطوات دراينج وباودرينج وفورميليشن وغيره، وانت بتعمل البرودكشن ده انت بتطمن بعد كل ستيب ان الماركر كومباوندز بتاعتك ستيل موجوده انتاكت ستيبل، نسبتها موجوده بالشكل الايه الكويس، تمام. وزي ما قلت لكم انا باكد على نقطه مهمه قوي هنا، ان الماركر كومباوند مش شرط يكون الماده الفعاله، وهنتكلم على الكلام ده ترم تاني.
ان مش شرط يكون يمكن مع دكتوره ريهام هتشرحه لكم بالتفصيل، ان مش شرط يكون هو الماده الفعاله، ممكن يكون اي حاجه تانية، ولكن الحاجه دي تكون مربوطه بالكيميكال بروفايل، يعني تكون بتمثل ريبريزنتنج الكيميكال بروفايل ومربوطه بالبيولوجيكال اكتيفيتي، يعني نسبتها بتديني انديكيشن هل البيولوجيكال اكتيفيتي هتبقى كويسه ولا لا. فهمنا ازاي؟ يبقى ده فكره الايه، الكيميكال اناليسز او الهيربال دراجز ستاندردايزيشن. تعالوا بقى نشوف الكيميكال اناليسز ده ممكن يتعمل ازاي. خلينا نتكلم اكتر، بما اننا بنتكلم دلوقتي على فكره ان الستاندردايزيشن ده اللي احنا عايزين نعمله او عايزين نضمن من خلاله ان احنا يكون عندنا كل دوسج زي التانيه وكل كبسوله زي التانيه بالنسبه للهيربال برودكتس، كل برودكت زي التاني، كلهم فيهم الانتندد ثيرابيوتيك افكت اللي احنا عايزينه من خلال الكواليتي بتاعتهم تكون عاليه، من خلال الكوانتيتي بتاعت الماده الفعاله تكون مظبوطه. فده هيتم زي ما احنا قلنا من خلال كلمه كيميكال اناليسز. وهنا عايزين بقى نتكلم بشكل ايه، يعني مستفيض شويه عن كلمه كيميكال اناليسز دي. يعني احنا بنسمعها كتير ان انا هعمل كيميكال اناليسز، بس الاناليسز ده يعني ايه؟ كلمه اناليسز دي معناها ثلاث حاجات. اول ما تسمع كلمه اناليسز يبقى في دماغك كده ثلاث حاجات. لو انت عندك ميكتشر وهتعمل له اناليسز، وده اللي حصل في حاله البلانتس وفي حاله الهربلز، ان انت عندك كومبلكس ميكتشر من مركبات كتير زي ما قلنا، نعرف معلومات عن بعضها وبعضها التاني ما نعرفش عنه معلومات خالص. فيبقى انت في الحاله دي مطلوب منك في الاول تعمل حاجه مهمه جدا اسمها سيباريشن. يبقى السيباريشن هنا هيكون اول خطوه لازم تتعمل، تمام؟ سيباريشن يعني ان انت الميكتشر اللي هو فيه مالتيبل او مالتي كومبوننتس ده يتحلل، يبقى مفصولين عن بعض، يبقى الكومبوننتس دي مفصوله عن بعض الاول. وبعد ما تعمل سيباريشن هتعمل ايدنتيفيكيشن للانديفيديوال كومبوننتس دي، يبقى دي الخطوه الثانيه. يبقى ده كواليتيتيف، كواليتيتيف لان انت بتشوف الايدنتيتي مش بتشوف الكوانتيتي، تمام؟ وبعد كده تعمل ديترمينيشن للكونسنتريشن بتاعت ماده منهم او اكتر. لو انت عندك مواد كتير هتعمل كذا ماده، لو انت عايز ماركر كومباوند معين هتعمل له هو لوحده، وبالتالي يبقى انت كده بتعمل ايه؟ كوانتيتيشن. لو قدرت تعمل كوانتيفيكيشن او كوانتيتيشن لكل المركبات اللي موجوده في الميكتشر ده برضو حاجه هايله وعظيمه، تمام؟ يبقى هو ده كيميكال اناليسيز. يبقى لما تقول ان انت عملت كيميكال اناليسيز للهربل ده او للنبات ده او للرو ماتيريال دي او للفينشد برودكت ده، فانت غالبا هتكون عملت ثلاث حاجات دول. عملت سيباريشن للميكتشر للانديفيديوال كومبوننتس بتاعته، عملت ايدنتيفيكيشن للانديفيديوال كومبوننتس دي، عملت كوانتيفيكيشن للكومبوننتس دي سواء كلها او جزء منها، تمام؟ جزء كواليتيتيف خاص بالايدنتيتي، جزء كوانتيتيتيف خاص بالكونسنتريشن بتاع كل المواد دي او بعضها. طيب اول حاجه عايز اتكلم عليها معاكم فكره السيباريشن، لان دي اصعب فكره في الهربال برودكتس. ازاي يبقى عندك كومبلكس ميكتشر من مركبات كتير جدا الكيمستري بتاعتها ممكن تكون مختلفه عن بعض، وتفصلهم عن بعض ويبقى عندك كيميكال بروفايل انديفيديوال للانديفيديوال كومبوننتس. يبقى كلمه بروفايل يعني انت قدرت ان انت ايه، تقسم او تفصل المركبات دي عن بعض بشكل كبير، وبالتالي يبقى شايف البروفايل كله قدامك. مثلا عارف ان السينما لسه كنا بنتكلم عليه من شويه فيه 90 كومبوننت، عرفت منين؟ ان انت قدرت تفصلهم كلهم عن بعض، فبقى عندك بروفايل كامل انت شايفه قدامك للمركبات دي، تمام؟ ففي عندي ميثودز اقدر من خلالها اقدر اعمل سيبريشن. اول ميثود طبعا في ميثودز كل يعني الابلكيشنز بتاعتها محدوده شويه، يعني ليميتد شويه، بمعنى انها هتتطبق في حالات معينه سبيسيفيك قوي. وفي ميثودز تانية الابلكيشنز بتاعتها فيرساتايل. يعني ايه فيرساتايل؟ يعني تقدر تستخدمها مع حاجات مختلفه، مع هيربز مختلفه، طبيعه مواد مختلفه، تمام؟ خلينا نتكلم الاول على حاجه اسمها سبليميشن. ده يمكن اول ابلكيشن عندنا، اول ابلكيشن او اول طريقه اقدر اعمل بيها سيبريشن هي فكره سبليميشن. واكيد سمعتوا كلمه سبليميشن دي قبل كده. كلمه سبليميشن يعني عندي ماده، الماده دي عندها بروبرتي معينه. ايه البروبرتي دي؟ انها سبليمبل. يعني ايه سبليمبل؟ يعني تقدر تتحول من السوليد ستيت للجاز ستيت without passing with the liquid state on heating. بمعنى ان الطبيعي ان انت لما يبقى عندك ماده سوليد وتسخنها في مرحلة معينة وعند نقطة معينة اللي هي الميلتنج بوينت، هتتحول من الحالة السوليد للحالة ليكويد. انما المواد دي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي سبليمبل دي، لما بيجي اسخنها بتتحول من السوليد ستيت للجاز ستيت على طول، فتتبخر، تمام؟ من غير ما تتحول للايه؟ للليكويد. الخاصية دي مثلا موجودة في مادة زي الكافيين الكالويد، تمام؟ موجود في التي ليفز وفي الكوكا ليفز وغيرها، تمام؟ وبالتالي لو انا عايز افصل ماده زي الكافيين ممكن اسخن عند درجه الحراره اللي هي بتاعه اللي بتحول الكافيين من السوليد للجاز، ف
فبالتالي الكافيين كده يتبخر في صورة فيبر، وبعدين استقبل الفيبرز دي على سوليد سيرفيس، وبالتالي يحصل كوندنسيشن للفيبر ده، ويبقى انا فصلت الكافيين عن بقية الميكشر اللي موجود معاه. طيب الميثود دي السبليميشن دي اكيد مشكلتها الاساسية هي الليميتد ابليكيشن. ليه؟ لان مش كل المواد اللي عندي جوه النباتات سبليمبل، مش كل المواد لما اجي هسخنها عند درجه حراره معينه هتقوم متحوله على طول للفيبر او للجاز ستيت، وبالتالي اقدر افصلها لوحدها واستقبلها على كولد سيرفيس واعمل لها كوندنسيشن، وبالتالي يبقى دي ليها ليميتد ابلكيشن، لازم تكون المواد اللي عندي سبليمبل تمام عشان اقدر افصلها باستخدام السبليميشن. الطريقه الثانيه اللي هي الفراكشنال ديستليشن. الفراكشنال ديستليشن دي بتشترط ان لازم تكون الميكتشر بتاع المواد اللي عندي جوه الهيرب تكون فولاتايل تمام، يكون عندي مثلا فولاتايل اويل ميكتشر في مركبات كتير وعايز افصلهم، فبفصلهم اكوردنج للبويلنج بوينتس بتاعتهم. لو انا عندي مثلا 10 كومبوننتس جوه الفولاتايل اويل ده، ال 10 دول مختلفين عن بعض في البويلنج بوينت، وبالتالي انا ممكن استخدم جهاز، الجهاز ده من خلاله اسخن تدريجي عند كل بويلنج بوينت بيبتدي ماده منهم تتبخر واستقبلها برضو على كوندنسر بحيث ان هو كول سيرفيس يكثف الماده دي وينزلها وافصلها لوحدها وهكذا، او معلي درجه الحراره بعد كده فافصل الماده اللي وراها اللي هي البويلنج بوينت بتاعتها اعلى شويه وهكذا. ده اسمه فراكشنال ديستليشن، يعني بعمل ديستليشن على فراكشنز، والفراكشنز دي اكوردنج للبويلنج بوينت بتاعت المواد اللي موجوده عندي. ولكن الشرط ان يكون عندي مواد اولا بتتبخر يعني فولاتايل، ثانيا البويلنج بوينتس بتاعتها مختلفه عن بعض عشان اقدر افصلهم عن بعض، لان هم لو كلهم بيتبخروا عند نفس البويلنج بوينت فكلهم هيطلعوا مع بعض برضو كفيبر واحد، وبالتالي افصلهم لما اجي اكثفهم واعمل لهم كوندنسيشن بعد كده هيبقوا كلهم ايه مع بعض في ميكشر ما اتفصلوش. والميثودز اللي انا بستخدمها هنا كلها الهدف منها الفصل، ان انا افصل مواد عن بعضها تمام. يبقى دي برضو ليها ليميتد ابلكيشن، يبقى مهم عندي قوي تبقى عارف كل ميثود والابلكيشن بتاعتها امتى. الميثود الثالثه اسمها فراكشنال كريستاليزيشن تمام. الفراكشنال كريستاليزيشن مختلف شويه، هنا اللي بيحصل ان انا ببدا افصل اكوردنج للديفرنت سوليبيليتيز بتاعت المواد اللي عندي. يعني عندي ميكشر في مادتين، المادتين دول مثلا واحد منهم بيدوب في الووتر والتاني بيدوب في اورجانيك سولفنت تمام، ما بيدوبش في الميه. وبالتالي لو انا حطيت اورجانيك سولفنت على الميكشر ده طبيعي جدا ان في واحد هيدوب وواحد هيترسب، هيبقى بريسبتد. وبالتالي لو عملت فلتريشن فبقى عندي بريسبتد ده عباره عن ماده، والفلترت ده عباره عن ماده تانية اللي هي دايبه في الاورجانيك سولفنت. فهمنا؟ ده اسمه فراكشنال ايه كريستاليزيشن، بيعتمد على الديفرنس في السوليبيليتي بتاعه الكومبوننتس بتاعه الميكشر بتاعتي في بارتيكولر سولفنت معين، في سولفنت انا بستخدمه تمام. وبالتالي برضو مش شرط ان انت تلاقي الحكايه دي موجوده في كل البلانتس وفي كل الهيربس، ممكن تلاقي عندك ميكتشر في 30 40 مركب في جوه الهيرب اكستراكت بتاعي، 20 منهم بيدوبوا في حاجه و10 بيدوبوا في حاجه و10 بيدوبوا في حاجه ثالثه، فمش هتقدر تفصل individual components، هتفصل ممكن fractions. فراكشن ده فيه 10 كومبوننت، فراكشن الثاني فيه 20 وهكذا تمام. فبرضه ده له ليميتد ابلكيشن شويه في الهيربال برودكتس ككيميكال اناليسيس وكسيباريشن. اكتر حاجه ليها ابلكيشن في الهرب اندستري في عمليه السيبريشن بتاعه الكومبلكس ماتريكس دي او الكومبلكس ميكشر بتاع البلانت ده هو الكروماتوجرافي، وهو ده الاوبتيمال تشويس بالنسبه لنا، لان الابلكيشنز بتاعته زي ما احنا بنقول فيرساتايل، يعني له فرايتي كبيره جدا من الابلكيشنز، تقدر تستخدمه لو الماده فولاتايل، تقدر تستخدمه لو الماده ليكويد نون فولاتايل، تقدر تستخدمه زي ما انت عايز، فيبقى عندك ابلكيشنز مختلفه ليه، وبالتالي هو ده اكتر حاجه احنا هنركز عليها في الشغل بتاعنا. كده الجزء الاولاني تقريبا من المحاضره خلص تمام. الجزء الثاني من المحاضره باذن الله هنبتدي نتكلم فيه على بعض البيزك كونسبتس المهمه قوي المفروض ان انتوا درستوها قبل كده، واللي مهم عندي جدا انها تكون معاك وقبل ما نكمل شغلنا عشان نبقى بانيين واحنا عارفين ان الحاجات دي موجوده ما تنسيتش. فهكمل بقيه المحاضره في جزء البيزك كونسبتس ده المتعلق بالكروماتوجرافي. خلينا نشوف مع بعض كده السكيم ده، السكيم اللي موجود قدامنا ده سكيم جميل قوي بيوضح لك المصنع هيعمل ايه تمام. المصنع احنا قلنا ان الوظيفه بتاعتنا جوه المصنع في الحاله بتاعت الهرب اندستري هتكون الايفالويشن، صح؟ الايفالويشن اوف هربال ايه، ايفالويشن اوف هربال برودكتس. الايفالويشن ده عشان يتم فهو محتاج ايفالويشن اوف هربال برودكتس، قلنا الايفالويشن ده يتطلب التزام بالدبليو اتش او جايد لاينز، يتطلب التزام بالجي اي بي والجي اس بي والجي اس والجي سي بي والجي ام بي، يتطلب كمان ستاندردايزيشن للهربال برودكت لو اقدر اعمله، صح؟ وبالتالي عشان تعمل الكلام ده كله فانت محتاج بروسس معينه. البروسس دي ملخصها لكم انا في السلايد دي.
الهدف في الاول ان انت عندك فيندور او عندك سبلاير، صح؟ الفيندور ده الراجل اللي هيبعت لك الرو ماتيريال، النبات بتاعك اللي انت عايز تعمل منه هيربال برودكتس، صح؟ هتطلب من الفيندور ده ان هو يبعت لك الرو ماتيريال. بس هنا السؤال، هل انا لما اجي اطلب من الفيندور حاجه زي كده هطلب منه شيبمنت بالاطنان؟ خلي بالكم احنا لما بنيجي نتكلم على تصنيع فاحنا بنتكلم على ارقام بقى كبيره جدا او وزنات كبيره كمان، بنتكلم على اطنان من الهيربال ماتيريال اللي هيتعمل منها بعد كده تابلتس وكبسولز وبرودكتس. وبالتالي هل اطلب منه الكميه كلها مره واحده ولا لا؟ هنرجع للقاعده اللي احنا كنا اشتغلناها في اول المحاضره النهارده، قاعده فيريفاي ذن تراست، صح؟ verify then trust. يبقى انا لازم الاول اطلب من الفندور ده حتى لو اتعاملت معاه قبل كده اطلب منه حاجه اسمها pre shipment sample، تمام؟ البري شيبمنت سامبل دي بتكون سامبل صغيره، ما بتبقاش كبيره، ما بتزيدش عن 10 كيلو، كميه صغيره جدا، تمام؟ 10 كيلو بالنسبه للصناعه زي ما قلت لكم ولا حاجه، لان احنا بنتكلم باطنان، تمام؟ وبالتالي الهدف من البري شيبمنت سامبل دي ان انا اعمل عليها كل الاجراءات بتاعتي، اعمل عليها كل البروسيسز، كل التستنج اللي انا عايز اعمله، كل البروسيديورز بتاعتي، بحيث اطمن الاول ان فعلا الماتيريال اللي هيبعتها لي او الرو ماتيريال اللي هيبعتها لي هي فعلا الثيرابيوتيك فاليو بتاعتها كويسه، الكواليتي بتاعتها كويسه، تمام؟ البري شيبمنت سامبل دي بتتعرض للاناليسيس. احنا قلنا هنعمل لازم كيميكال اناليسيس وشرحنا الكيميكال اناليسيس والبروسيسنج هيتعمل ازاي، بس الاناليسيس اللي اقصده هنا مش بس كيميكال، ممكن يكون مايكروسكوبيكال اكزامينيشن، اشوف حاجه تحت المايكروسكوب، ممكن يكون دي ان اي فينجر برينتنج مثلا، اعمل حاجه زي ما هنشوف كمان بعد كده في الكورس ده، انا اعمل دي ان اي فينجر برينت للنبات ده واطمن ان هو فعلا فلان. ففي اجراءات كتيره ممكن تتعمل مش بس كيميكال، ولكن الكيميكال هو اكتر حاجه بتبقى ليها ابلكيشن في جزء الايه الاناليسيس زي ما شرحنا. من ضمن الحاجات بتكون كواليتي، بعض الكواليتيتيف تيست زي مثلا ان انا اشوف بعض الادلترانس موجوده ولا لا، تمام؟ من ضمن برضو الحاجات التانية بعض الايدنتيفيكيشن بروسيدير، ودي بتكون مايكروسكوبيكال، بتكون زي ما احنا شرحنا مورفولوجيكال، ساعات لو النبات جاي لي مورفولوجي موجود قدامي، بتكون دي ان اي فينجر برينتنج، كل دي حاجات متعلقه بالايدنتيفيكيشن. والكيميكال، جزء الكيميكال ده مهم جدا، وده بيكون فيه الكروماتوجرافي هو اهم حاجه، تمام؟ الكروماتوجرافي بقى له تكنيكس كتيره جدا زي تي ال سي، تمام؟ ده تكنيك بسيط، بيبتدي من تكنيكس بسيطه غير مكلفه ممكن تبتدي بيها الاول، ودي بتعمل منها انت واشتغلته مثلا في المعمل، الناس اللي اشتغلت الجينجر اشتغلت بالتي ال سي ده، فهو تكنيك غير مكلف خالص وممكن تبتدي بيه وتوصل منه الكونكلوجن مبدئيه بسرعه في وقت قليل، تمام؟ التي ال سي ده احيانا بيكون كابلد مثلا بحاجه زي اليو في، فبنعمل حاجه اسمها تي ال سي يو في اكزامينيشن. ممكن اخش في سوفيستيكيتد انسترومنتس شويه زي الاتش بي ال سي زي الجي سي، او اعمل هايفينيتد تكنيكس، بنقول عليها هايفينيتد، الكلمه دي عايزكم تعرفوها، هايفينيتد اتش واي بي اتش اي ان اي اي تي اي دي، هايفينيتد تكنيك. فده برضو من الحاجات المهمه قوي الهايفينيتد تكنيك، يعني مثلا هستخدم جي سي واستخدم معاه جهاز تاني زي الماس والاثنين يبقوا جهاز واحد فيبقى جي سي ام اس، او استخدم ال اتش بي ال سي واستخدم معاه جهاز تاني زي الماس بيعين لي برضه الموليكولارويد فيبقى اسمه ال سي ام اس وهكذا، تمام؟ يبقى دي من الحاجات اللي مهمه جدا في الكروماتوجرافي. يبقى احنا الكروماتوجرافي عندنا بيبتدي من حاجات قليله قوي او خلينا نقول تكنيكس بسيطه سمبل زي تي ال سي، وبينتهي بحاجات سوفيستيكيتد قوي زي ال اتش بي ال سي والجي سي، اجهزه غاليه وبتكون الكونكلوجن بتاعتها طبعا قويه جدا وممكن بتطلع لي حاجه مهمه قوي اسمها الايه الفينجر برينت اللي هنتكلم عليها في السلايد اللي جاي، خلاص؟ يبقى البري شيبمنت اللي جايه لي اللي هي ال 10 كيلو دي هعين هعمل بيها كل الاجراءات دي، والاجراءات دي ليها جايد لاينز كلها هنتكلم عليها طبعا خلال الترم او خلال الترمين، تمام؟ بعد ما عملت الاناليسيس ده كله واتفقنا ان الاناليسيس له ثلاث اهداف، سيبريشن ايدنتيفيكيشن كوانتيفيكيشن، عملت الثلاث حاجات، البري شيبمنت سامبل بتاعتي كويسه، بمعنى ايه كويسه؟ ايدنتيتي تمام، بيوريتي تمام، كونتنت تمام، مواد فعاله تمام، يعني الكواليتي بتاعتها كويسه. يبقى ساعتها ممكن ارجع تاني للفندور ده واطلب منه الشيبمنت بتاعتي كامله بقى الكبيره. والشيبمنت دي لما تجيلي ده مش معناه ان انا طالما عملت الاجراءات دي كلها الاناليسز والبروسيسنج والكلام ده كله ان خلاص لما الشيبمنت تجيلي اشتغل على طول، لا، ده لما الشيبمنت تجيلي لازم اعمل عليها كل الاجراءات دي تاني، كل الاجراءات دي لازم تتعمل تاني، فهمنا ازاي؟ يبقى دي كده البروسيس بتمشي ازاي جوه المصنع. انا اطلب الاول الرو ماتيريال، بعد ما اطلب الرو ماتيريال بطلبها الاول في صوره بري شيبمنت صغيره 10 كيلو ما بتزيدش عن كده،
ابتدي اعمل عليها الاجراءات بتاعتي اكوردنج للجايد لاينز. وقلنا ان احنا طالما ايفالويشن يبقى انا ملتزم بحاجتين، حاجه اسمها الدبليو اتش او جايد لاينز، ودي اهم حاجه انا ملتزم بيها، وفي بعض الجايد لاينز الثانيه المتعلقه بالفارماكوبيا بقى، بعض الفارماكوبيا الستاندردز والكلام ده تمام هنتكلم عليه خلاص، انما الدبليو اتش او جايد لاينز دي الاساس. وبعدين خلاص عملت اجراءاتي كلها، عملت الاناليسيس بتاعي اللي هو اهم حاجه فيه الكروماتوجرافي، ارجع تاني اطلب من الـ من الـ من الفندر ان هو يبعت لي الشيبمنت كامله، والشيبمنت دي اعمل لها كل الشغل ده تاني. تمام مفهوم يا شباب؟ يبقى كده يا رب يكون الدنيا وضحت بالنسبه للبروسيس بتمشي ازاي. قلت لكم قبل كده برضو ان بعض المصانع دلوقتي اللي شغاله في الهيربلز بشكل كبير اكستنسيف بدات تتنازل عن فكره الفندر دي خالص، وبدات الرو ماتيريال تبقى هي المصدر بتاعها، الشركه نفسها انها هي اللي بتزرع، وبالتالي بتلتزم زي ما احنا قلنا بالجي جود اجريكالتشرال براكتسز، هي اللي بعد كده بتجمع فبتلتزم بالجي سي بي وهكذا. فهمنا ازاي؟ وهي بعد كده اللي بتودي المصنع وتخزن والكلام ده كله، فكل حاجه بتبقى من الاول من عندها هي مش من الفندر. وزي ما شرحنا في السلايدز اللي فاتت، فكره ان الاناليسز او الكيميكال اناليسز ده في الهربال برودكتس مختلف تماما عن الهربال اناليسز او الكيميكال اناليسز في السينثيتك ميديسن. هي عمليه تشالنجينج جدا، احنا عندنا كومبلكسيتي زي ما قلت لكم عاليه جدا في الهربس، كيمستري او الكيميكال بروفايل نفسه معقد جدا، يبقى كومبلكس ميكتشر. تمام عندنا مشكله ان احنا ما عندناش معلومات كافيه او كامله عن كل الكيميكلز او كل المركبات اللي موجوده جوه الهربس بتاعتنا، وبالتالي طالما السيتويشن ده موجود بالشكل ده يبقى الاوبتيمال تشويس بالنسبه لي هو الكروماتوجرافي. مش هينفع اروح لحاجات سيمبل زي السبليميشن او زي الفراكشنال كريستاليزيشن او زي الفراكشنال ديستيليشن عشان اقدر افصل مركباتي اللي موجوده جوه الهرب دي عن بعض واعمل لها ايدنتيفيكيشن وكوانتيفيكيشن اللي هو الهدف الرئيسي بتاعي اللي هو فكره الكيميكال اناليسيس، ثلاث حاجات اللي انا قلت لكم عليها. تمام وبالتالي الكروماتوجرافي هو الاساس، وهيكون الهدف بتاع الكروماتوجرافي هو السيبريشن الفصل، هو الايدنتيفيكيشن التعرف، هو الكوانتيفيكيشن او تعيين الكونسنتريشن تمام بتاع بعض المركبات او كلها. خلاص لو قدرت اعمل كل الكلام ده مع بعضه بشكل كويس بقدر اوصل لحاجه مهمه جدا اسمها الفينجر برينت اللي كنت شرحتها لكم قبل كده. تمام الفينجر برينت دي بتربط لي الكيميكال بروفايل كله بتاع النبات بالكواليتي بتاعته. يعني اقول ان لو الفينجر برينت بتاعتي طلعت لي كذا للنبات ده يبقى الكواليتي بتاعته تمام، وبالتالي هيديني الانتندد ثيرابيوتيك افكت اللي انا عايزه، الثيرابيوتيك فاليو بتاعته هتكون كويس. لو الكيميكال بروفايل طلع مختلف يبقى غالبا الكواليتي هتكون اقل، وده بيضمن لي زي ما قلت لكم فكره الريبروديوسيبيليتي، ودي الكلام ده انا كله اتكلمت عليه قبل كده، ان اضمن ان المصنع الواحد الباتش اللي طالع النهارده زي الباتش اللي هتطلع كمان سنه، وبين المصانع وبعضها اضمن ان الباتش اللي طالع من المصنع ده زي الباتش برضو اللي طالع من المصنع ده. هو دي فكره الفينجر برينت اللي هنتكلم عليه. الفينجر برينت دي ممكن اوصل لها باستخدام الاتش بي ال سي فيبقى عندي حاجه اسمها اتش بي ال سي فينجر برينت، او ممكن اوصل لها باستخدام الجي سي فهيبقى عندي حاجه اسمها جي سي فينجر برينت، او ممكن اوصل لها باستخدام التي ال سي فيبقى عندي تي ال سي فينجر برينت او اتش بي تي ال سي فينجر برينت وهكذا. كل ده هنتكلم عليه خلاص. الطريقه الثانيه ان بدل ما بعمل الفينجر برينت الكامل ده تمام، انا ممكن اعين بعض المركبات زي ما قلت لكم اللي هي الماركر كومباوندز الموجوده في الهربس، وبرده هعينها باستخدام الكروماتوجرافي. تمام اقدر ان انا اتعرف عليها الاول وبعدين اعين الكونسنتريشن بتاعها واطمن ان الهرب بتاعي ما يعديش وما يروحش السوق الا لو في نسبه معينه من الماركر كومباوند اللي انا بدور عليه. تمام يبقى هي عمليه زي ما قلت لكم تشالنجينج جدا، فكره الايفالويشن دي والاناليسز مش عمليه سهله ابدا للميديسينال ايه هربس. دلوقتي لو حبينا بقى نتكلم على الجزء الثاني من المحاضره بتاعتنا وهو البيزك كونسبتس في الكروماتوجرافي، يمكن الجزء المفروض اللي جاي ده كله المفروض ان انتوا تكونوا يعني اوير بيه، يعني بمجرد ان انا بس بقوله كده كنوع من انواع الريفيجن للكونسبتس دي، نتاكد انها موجوده عندكم قبل ما نكمل بشكل ادفانسد شويه في المحاضرات اللي جايه. تمام الكروماتوجرافي ان جنرال احنا بنقول عليه الارت اند ساينس اوف سيبريشن. يعني ايه الارت اند ساينس اوف سيبريشن؟ هو فن الفصل، عشان كده هو اهم هدف بالنسبه لي الكروماتوجرافي هو الفصل، هو ان انا يكون عندي ميكتشر من كومبوننتس وبفصلها باستخدام الكروماتوجرافي. طيب الفكره الاساسيه فيه بتعتمد ان دايما هيكون عندي يعني دايما اقولها للطلبه كده، هيكون عندي خناقه. الخناقه دي هتكون ما بين حاجه اسمها ستيشنري فيز وحاجه تانية اسمها موبايل فيز. الاثنين دول بيتخانقوا على حاجه واحده وهي السامبل تمام، اللي هي الميكتشر بتاعي.
وبالتالي نتيجة الخناقة دي بيحصل الفصل بتاع الميكتشر انتو اتس كومبوننتس. تعالوا نتكلم علمي بقى شوية. الفكرة كلها ان الخناقة دي هي عبارة عن فيزيكال بروسيس. الفيزيكال بروسيس دي من خلالها بيحصل حاجة اسمها ريزوليوشن. تمام؟ ايه الريزوليوشن ده؟ الريزوليوشن ده هو عبارة عن الفصل. خلينا نكتبها بشكل ايه احسن شوية. الريزوليوشن ده هو عبارة عن الايه، عن الفصل او السيباريشن بتاع الميكتشر ده انتو اتس كومبوننتس. يبقى بنتكلم على ايه؟ على ريزوليوشن. ار اي اس او ال يو تي اي او ان. تمام؟ الريزوليوشن ده زي ما قلت لكم ان هي فكرة ان الفصل بتاع المركبات عن بعضها. لو اقول مثلا ان الكروماتوجرافيك سيستم ده اوف جود ريزوليوشن، يبقى ده معناها ان هو قدر يفصل لي المركبات عن بعض بشكل كبير جدا وبشكل كويس، او اوف باد ريزوليوشن يعني معناها ان الكومبوننتس ما اتفصلتش قوي ونزل اكتر من كومبوننت مع بعض، او اتفصلوا مع بعض ما حصلش، ما بقوش ايه كل واحد لوحده. هي دي فكرة الكروماتوجرافيك سيستم. قوة الكروماتوجرافيك سيستم انه يكون اوف هاي ريزوليوشن. كل ما يكون الريزوليوشن بتاعه كويس يعني السيباريشن اللي عمله يبقى كويس. لو انا عندي ميكشر فيه خمسه كومبوننتس، لو الكروماتوجرافيك سيستم قدر يطلع لي الخمسه كومبوننتس دول انديفيديوال كل واحد لوحده، يبقى ده اوف جود ريزوليوشن. انما لو ما عملش كده يبقى اوف باد ريزوليوشن. فهمنا ده بشكل بسيط جدا. طيب اللي هيحصل ان اي كروماتوجرافيك سيستم لازم هيكون فيه تو فيزز زي ما قلنا. الفيز الاولاني اسمه ستيشنري فيز، ومن اسمه كده كلمه ستيشنري يعني معناها immobilized phase. immobilized phase يعني ايه؟ يعني phase ثابت ما بيتحركش. immobilized immobile يعني ما بيتحركش. تمام؟ والفيز الثاني هيكون متحرك، عشان كده هنسميه mobile phase. في اسماء تانية في اسماء تانية او synonyms تانية، مرادفات تانية لنفس الكلام ده. يعني الستيشنري phase ده ممكن اسميه absorbent. تمام؟ الموبايل phase ده ممكن اسميه developer. تمام؟ يبقى دي كده اسماء اخرى للايه، للتو phases دول. طيب السامبل كده كده موجودة عندي، والسامبل هنا لازم هتكون ميكتشر، وإلا يبقى كروماتوجرافي ملوش لازمة. تمام؟ لازم يكون ميكتشر عشان أفصله عن بعضه. فساعات بنسمي السامبل في الحالة دي سوليد، وهتسمع الكلمة دي كتير مني، كلمة سوليد دي. يبقى سوليد دي معناها السامبل بتاعتي، خلاص السامبل ميكتشر بتاعي اسمه سوليد. تمام؟ السامبل ميكتشر هتبتدي إن زي ما قلت لكم يحصل عليها الخناقة أو الانتر أكشن أو الفيزيكال بروسيس اللي هتتم ما بين الموبايل فيز وما بين الاستيشنري فيز. بالاسم كده الاستيشنري فيز ده هيكون ثابت، فممكن يكون مثلا حاجه سوليد، او ممكن يكون حاجه ليكويد بس متثبته او اموبيلايزد على انرت سبورت سوليد. وبالتالي في الحالتين المهم في الاخر ان الفيز ده هيكون ثابت. والفيز الثاني اللي هو الموبايل فيز ده هيكون متحرك، وبالتالي هو بيتحرك خلال الاستيشنري فيز. وهو بيتحرك او بيحصل له مايجريشن، نقول عليها مايجريشن، هنتكلم عليها في السلايد اللي جايه. وهو بيتحرك او بيحصل له مايجريشن في الاستيشنري فيز بتاعي، بيبتدي يقابل السامبل، فيبتدي يحصل نوع من انواع الانتر اكشن. الانتر اكشن ده ممكن يكون له اشكال كتيره جدا، وغالبا بيكون فيزيكال. فيزيكال انتر اكشن مش كيميكال. يعني ايه فيزيكال؟ يعني ممكن يكون في صوره مثلا سوليبيليتي، ان السامبل كومبوننتس جزء منها هيدوب في الموبايل فيز وجزء منها هيدوب في الاستيشنري فيز. ممكن يكون مثلا ايونيك انتر اكشن، ان مثلا السامبل بوزيتيفلي تشارجد والستيشنري فيز نيجاتيفلي تشارجد فيمسكوا في بعض. ممكن يكون مثلا موليكولار ويت، فيزيكال بروبرتي ديفرنسز في الموليكولار ويت، فبالتالي بيتم الفصل على اساسها. ممكن يكون ادزوربشن، زي ما هنشوف كلمه مهمه قوي اسمها الادزوربشن، مش الابزوربشن، ادزوربشن بالدي. تمام؟ وبالتالي دي كلها فيزيكال بروبرتيز على اساسها بتبتدي السامبل تقابل حاجتين، تقابل موبايل فيز وتقابل ستيشنري فيز، فتشوف هي حابه اكتر تكون موجوده فين، الانتر اكشن اكتر هيكون مع مين. تمام؟ كومبوننت منهم هيلاقي نفسه الانتر اكشن بيتم اكتر مع الستيشنري فيز، فهيمسك في الستيشنري فيز، وايل كومبوننت تاني هيلاقي ان الانتر اكشن بتاعه اكتر مع الموبايل فيز، فيبتدي يتحرك مع الموبايل فيز، فيحصل السيباريشن بتاع التو كومبوننتس عن بعض، واحد مسك في الستيشنري والتاني اتحرك مع الموبايل. هو دي فكرة الكروماتوجرافيك اي سيستم، والمفروض ان انتوا اكيد عندكم الخلفية عن الحكاية دي. طيب النقطة التانية اللي يهمني هنا، يبقى زي ما قلت لكم ان هيكون عندي دايما نوع من انواع الانتر اكشن فورسز. الانتر اكشن فورسز دي ممكن تكون ادزوربشن، ممكن تكون سوليبيليتي، ممكن تكون ايونيك انتر اكشن، ممكن تكون موليكولار ويت ديفرنسز، او يعني فرق في الموليكولار ويت ما بين الكومبوننتس وهكذا. تمام؟
ان الحكايه دي بنسميها ديفرنشال مايجريشن. ليه ديفرنشال؟ احنا قلنا ان الحركه بتاعه الموبايل فيز وهو بياخد معاه السامبل وبيتحرك جوه الاستيشنري فيز ده بنسميه مايجريشن. ديفرنشال مايجريشن نتيجه ان مش كل الكومبوننتس بتاعه الميكشر هتتحرك بنفس السرعه with the same velocity جوه الاستيشنري فيز، فيبتدي يحصل الفصل. واحد هيتحرك بسرعه قوي مع الموبايل فيز نتيجه الانتر اكشن بتاعه مع الموبايل فيز اكبر، والتاني هيتحرك ببطء قوي نتيجه ان الانتر اكشن بتاعه مع الاستيشنري فيز اكبر، فهيبقى ثابت اكتر. التاني بيتحرك مع المتحرك اللي هو الموبايل ايه فيز، فيحصل عمليه ديفرنشال مايجريشن نتيجه الديفرنسز في الفيلوسيتي بتاعه الحركه بتاعه الكومبوننتس نتيجه الديفرنسز في مين، في الانتر اكشن ما بين الكومبوننتس دي والاستيشنري فيز والموبايل ايه والموبايل فيز، وبالتالي يحصل السيبريشن. السيبريشن ده ممكن تشوفه في شكل سبوتس مثلا زي ما انتوا كنتوا اشتغلتوا في تي ال سي في سيكشنال جينجر او على تي ال سي بليت، او تشوفه في شكل باندز مثلا لو زي ما هنشوف دلوقتي في الكولن ان انت بتشوف السيبريشن ده في صوره باندز حسب ما الطريقه اللي انت شغال بيها الكروماتوجرافيك سيستم بتاعك. خلاص ده كده مبدئيا الجزء ده. اتفقنا ان الاستيشنري فيز دايما هيكون ثابت، فممكن يكون حاجه سوليد زي السيليكا مثلا، وممكن يكون حاجه زي ما قلت لكم ليكويد وتبقى اموبيلايزد على حاجه سوليد زي ما هنشوف مثلا في البيبر كروماتوجرافي بيكون كده. خلاص ده كده الموبايل فيز لازم يكون متحرك، وبالتالي لازم يكون زي ما احنا قلنا ليكويد او جاز عشان يبقى حاجه متحركه، عمره ما هيكون سوليد ابدا. تمام. فبنقول يا شباب ان اي كروماتوجرافيك سيستم لازم تعمله سمبليفيكيشن للثلاث حاجات دول في الاخر، هم دول. ايا كان الكروماتوجرافيك سيستم ده معقد، وايا كان الجهاز اللي قدامك ده شايفه غالي او شايفه كبير او شايفه معقد جدا وفيري سوفيستيكيتد، في الاخر هو هيحصل السمبليفيكيشن للثلاث حاجات دول. فين السامبل؟ فين السوليوت بتاعك؟ فين الاستيشنري فيز بتاعك الثابت؟ تمام. وفين الموبايل فيز بتاعك المتحرك اللي هيحصل من خلاله عمليه الايه السيبريشن. مفهوم؟ طيب زي ما اتفقنا ان نوعيه الانتر اكشن ممكن تكون سوليبيليتي، ممكن تكون ادزوربشن، ممكن تكون ايونيك انتر اكشنز، ممكن تكون موليكولار ويت، وات ايفر، في الاخر هي فيزيكال كاركتر، والحته دي اتكلمنا عليها. وقلنا ان نتيجه الانتر اكشنز دي هيحصل عمليه الديفرنشال مايجريشن. الديفرنشال مايجريشن اللي هو اختلاف الفيلوسيتي بتاعه السامبل كومبوننتس وهي ماشيه خلال التو فيزز دول، الفيز الثابت اللي هو الاستيشنري والفيز المتحرك اللي بيتحرك خلاله اللي هو الموبايل فيز. فالسلايد دي مجرد بتاكد على المعلومات اللي قلتها في السلايد اللي فاتت. تعالوا ناخد مثال هنا. المثال اللي قدامنا ده عباره عن كولم من كروماتوجرافي، تمام، هنتكلم عليه بالتفصيل في السلايدز اللي جايه. الكولم من كروماتوجرافي ده بيتحقق فيه الكلام ده، هقول لكم تركيبه، ولكن مبدئيا خلينا نشوف بس الفكره العامه ان لما يكون عندي ميكشر بالشكل ده اهو في الاول، نتيجه الحركه بتاعه الموبايل فيز، الموبايل فيز بيخش من هنا والاستيشنري فيز هو اللي موجود جوه الكولم ثابت، فالاستيشنري فيز هنا ثابت جوه الكولم، الموبايل فيز بيتحرك خلاله، وهو بيتحرك بيبتدي ياخد معاه السامبل اللي موجوده ويتحرك بيها جوه الكولن. بس السامبل عباره عن ديفرنت كومبوننتس، جزء منها هيحب يعمل انتر اكشن اكتر مع الموبايل فيز، وجزء تاني هيحب يعمل انتر اكشن اكتر مع الاستيشنري فيز، فيبتدي يحصل الديفرنشال مايجريشن اللي اتكلمنا عليه. الازرق ده مسك اكتر في الاستيشنري فما اتحركش بسهوله، انما الاصفر ده مسك اكتر في الموبايل فيز فاتحرك بسرعه جدا، فحصل الفصل، الاصفر بقى موجود هنا والازرق لسه موجود على السيليكا هينزل بعدين. فهمنا ازاي؟ او على الستيشن ريفيز فهينزل بعدين. هي دي الفكره ببساطه جدا لعمليه الايه الكروماتوجرافيك سيستم. اي بقى كروماتوجرافيك سيستم في الدنيا تقدر ان انت تبسطه للثلاث حاجات دول او الثلاثه كومبوننتس دول. عندنا هنا سيستم تاني، خلينا نمسح الانوتيشنز دي بحيث ان احنا نشوف السيستم التاني ده. السيستم التاني ده بنقول عليه تي ال سي مثلا، اللي انتوا اشتغلتوا بيه فين؟ في المعمل. لما تيجي تشوف التي ال سي هتلاقي نفس الكلام، هي نفس الفكره، تحدد الثلاثه كومبوننتس دول. فين السامبل؟ هنشوفها دلوقتي، اللي هي بتبقى محطوطه على التي ال سي. فين الاستيشنري فيز؟ هو الثابت، هو البليت بتاعك، وهنشوف بيتكون من ايه. فين الموبايل فيز؟ هو السولفنت اللي موجود جوه الجار اللي بيبتدي يتحرك جوه الاستيشنري فيز وياخد معاه السامبل ويبتدي يفصلها برضو، ويبقى في ديفرنشال مايجريشن للكومبوننتس بتاعتها. تعالوا نتكلم بشكل اكبر شويه على النوعين دول، على التي ال سي سيستم وعلى الكولم سيستم، او التي ال سي كروماتوجرافي والكولم كروماتوجرافي. اول حاجه قبل ما اتكلم مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين، والنقطه دي انا اكدت عليها يمكن في السلايد اللي قبل اللي فاتت، ان بما ان الموبايل فيز هو المتحرك والاستيشنري فيز هو الثابت، فالموبايل فيز لازم يكون يا جاز يا ليكويد، ملهاش حل تاني، لان هي دي الحاجات المتحركه، السوليد مش متحرك.
وبالتالي موبايل فيز لازم يكون يا اما جاز يا اما ليكويد. طب الاستيشنري فيز، الاستيشنري فيز بالعقل كده المفروض انه يكون سوليد. اه فعلا ممكن يكون سوليد بس كمان ممكن يكون ليكويد، والليكويد ده يكون اموبيلايزد. وكلمه اموبيلايزد دي مهمه قوي. يعني ايه اموبيلايزد؟ ان الليكويد طبيعته متحرك، وبالتالي اموبيلايزد دي ذات اموبيلايزد دي معناها ايه؟ معناها ان هو هيكون متثبت على سبورت، فهيكون عندي سبورت ثابت سوليد وعليه الليكويد بتاعي ثابت ما بيتحركش، فعشان كده بقى ستيشنري فيز برضو. بس الستيشنري فيز في الحاله دي بيكون ايه؟ ليكويد. فهمنا ازاي؟ يبقى ده مهم برضو ان احنا نبقى فاهمين النقطه دي من الاول. تعالوا نشوف هنا مثال واضح قوي على اول نوع من الكروماتوجرافي اللي هو التي ال سي اللي انتوا اشتغلتوه في الجينجر، في السكشن بتاع الجينجر ده بنقول عليه نوع من الكروماتوجرافي بنسميه بلانر كروماتوجرافي، وهنتكلم على الحته دي. يعني ايه كلمه بلانر؟ بلانر هتلاحظوا ان الاستيشنري فيز هنا موجود على البليت. انت بيبقى بتستلم في المعمل تي ال سي بليت كده صغير. التي ال سي بليت ده لو بصيت على تركيبه هو عباره عن الومينم شيت، شيت الومينا عادي جدا، والشيت ده عليه جزء ابيض. الجزء الابيض اللي موجود عليه كوتد عليه ده عباره عن سيليكا، صح؟ السيليكا دي سوليد، وبالتالي وفي نفس الوقت هي ستيشنري فيز، عندها بروبرتي معينه بتخليها ستيشنري فيز هنتكلم عليها اللي هي اسمها الادزوربشن. تمام كده؟ وبالتالي يبقى انت عندك هنا سيليكا سوليد، السوليد ده كوتد على الومنيوم شيت، فبقى عندي ثين لاير كده، لاير رفيعه خالص، عشان كده بنسميه ثين لاير كروماتوجرافي. السيباريشن بيتم على اللاير دي ازاي؟ ببتدي احط السامبل، ادور دايما على الثلاثه دول. تمام؟ الاستيشنري فيس فين؟ هو البليت الالومينا ده، بس الاستيشنري فيس بتاعه هو السيليكا الابيض اللي موجود عليه. تمام كده؟ الحاجه الثانيه فين السامبل؟ بعمل لها سبوتنج. هنا لما كنت بحط السامبل بتاعتي بعمل لها سبوتنج، بقوم عامل كنت شرحنا لكم بنحط خط بالمسطره ونبتدي نعمل الايه؟ السبوتس بتاعتي بتاعت السامبل دايبه. تمام؟ بحيث انها تبقى موجوده. طب فين الموبايل فيز؟ ما انا هقوم حاطط بعد كده تي ال سي بليت ده جوه جار، والجار ده جواه في موبايل فيز. تمام؟ في سولفنت ليكويد بحيث انه يتحرك. يبتدي الموبايل فيز الليكويد ده يتحرك خلال الاستيشنري فيز، وهو بيتحرك ياخد معاه السامبل ويبتدي يطلع بيها ويمشي بيها على السيليكا، فتحصل الدايناميك او الديفرنشال مايجريشن. لو مثلا عندي في بي ده عندي تو كومبوننتس، كومبوننت منهم كان ماسك شويه في السيليكا اكتر وحابب ان هو يعمل انتر اكشن مع السيليكا اكتر نتيجه بروبرتي معينه هنتكلم عليها بعد كده اللي هي فكره الادزوربشن ازاي بتتم، وايل السبوت الثانيه او الكومبوننت الثاني ماشى اكتر مع الموبايل فيز فتحرك بسرعه اكبر، وبالتالي حصل الديفرنشال مايجريشن وحصل الفصل اللي احنا بنتكلم عليه. تمام؟ يبقى اظن كده الدنيا واضحه. من خلال مثلا حاجه زي كده قدرت تعرف ان كومباوند ايه ده او سامبل ايه دي عباره عن 1 كومبوننت، سامبل سي دي عباره عن 1 كومبوننت، سامبل بي دي عباره عن 2 كومبوننتس، صح ولا لا؟ تمام؟ يبقى بتاخد انفورميشن من خلال عمليه الفصل. الانفورميشن دي بنقول عليها اناليسيس. اناليسيس يعني عدد الكومبوننتس اللي موجوده عندك في الميكتشر قد ايه. تمام؟ ولو عندك فيجواليزنج ايجنت زي ما رشيته كده في المعمل مثلا بانيزالدهايد يبقى بيديك لون معين، فتقدر كمان تاخد انفورميشن عن النيتشر بتاعه الكومبوننتس دي، طبيعتها ايه؟ هل هي الكالويدز؟ هل هي فلافونويدز؟ هل هي تانينز الى اخره. تمام؟ النوع الثاني يا شباب اللي بنتكلم عليه هنا هو الكولم، الكولم كروماتوجرافي. الكولم ده نفس الفكره برضو زي ما قلت لكم، اعمل سمبليفيكيشن في الاخر لدول، للثلاثه دول. ماشي؟ هناك كان في التي ال سي كان عندك الستيشنري فيس بتاعك عباره عن سيليكا محطوطه على الومنيوم شيت كسبورت كده في اللاير خالص. تمام؟ هنا الستيشنري فيس بتاعك هيكون كوتد على الانر وولز بتاعت الكولم. الكولم ده ممكن يكون زجاجي جلاس، ممكن يكون ستانلس ستيل، حسب بقى ما انت هتشتغل في اجهزه. ممكن يكون اوبن كولم زي ده كده مفتوح وبتصب فيه بتحط فيه الموبايل فيس بتاعك. ممكن يكون كلوزد كولم وجوه سيستم معين زي في حاله الاتش بي ال سي او في حاله الجي سي، وبالتالي له اشكال كتير. الفكره واحده في الاخر ان بيكون عندي ستيشنري فيس. الستيشنري فيس ده زي ما قلت لكم كوتد على الانر وول زي ما انتم شايفين كده، مالي كل الفراغ اللي جوه ده. زي مثلا حطيت سيليكا هنا، بدل ما السيليكا كانت موجوده على بلانر على 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 بليت بلانر، لا بقت موجوده في 3 دي ايه كونديشن كده جوه كولم. تمام؟ مليانه ماليه الكولم ده بس كده. وغالبا الكولم ده بيكون فيه من تحت يا اما حته قطنه يا اما حاجه بنقول عليها بورس ديسك. بورس ديسك ده بيبقى الهدف منه ان هو ما يطلعش الاستيشنري فيز، ما يخلوش يتحرك، يخلي دايما الاستيشنري فيز ثابت، لان احنا قلنا اهم شرط في الاستيشنري فيز انه يكون ثابت.
وبعدين قبل ما بحط السولفنت بتاعي، طبعا الاستيشنري فيز ده بيكون اصلا اميرسد جوه السولفنت، جوه الموبايل فيز اللي انا هستخدمه. تمام؟ ببتدي ان انا ادخل بقى السولفنت عليه، بس وانا قبل ما ادخل السولفنت ببتدي احط السامبل. فبيبقى عندي دايما السامبل في بدايه الكولن، وابتدي ادخل الموبايل فيز بتاعي، الموبايل فيز ياخد السامبل ويبتدي يتحرك بيها جوه الكولن. زي ما انتم شايفين هنا كده في دي، السامبل بدات تمشي الكومبوننتس بتاعتها مع الموبايل فيز جوه الكولن، ويحصل السيبريشن. الاخضر ده ثبت اكتر مع الاستيشنري فما اتحركش كتير، انما الازرق ده حب يمشي اكتر مع الموبايل فيز نتيجه ان الانتراكشن بتاعته مع الموبايل فيز كانت اكتر، فبالتالي مشى بسرعه اكبر وهكذا. وهنا عندنا قاعده مهمه قوي في الجزء ده هنتكلم عليها بعدين، فكره اللايكس ديزولف لايكس، اكيد سمعتوها قبل كده. فبالتالي مثلا لو انا عندي سيليكا، السيليكا دي المفروض انها بولر كاستيشنري فيز، يبقى بالتالي لو انا عندي ميكتشر من كومبوننتس، الكومبوننتس دي بولر هتحب قوي انها تكون موجوده مع السيليكا، لان لايكس ديزولف لايكس، فبالتالي ده هيبقى انتراكشن بتاعه مع السيليكا هيبقى اعلى. انما لو عندي كومبوننت تاني نون بولر يبقى هيحب اكتر انه يمشي مع الموبايل فيز، لان الموبايل فيز هيكون اوف لاس بولاريتي مثلا، وبالتالي يحصل الايه الديفرنشال انتراكشنز او ديفرنشال مايجريشن اللي احنا بنتكلم عليه. خلاص، انما في المرحله دي كل اللي عايزك تعرفه بس ان عمليه الكومبوننت السيبريشن بتاع الكومبوننتس ده بيتم حسب السامبل كومبوننت بتاعي هينتراكت اكتر مع الاستيشنري ولا هينتراكت اكتر مع الموبايل فيز. لو عمل انتراكشن اكتر مع الموبايل يبقى هيتحرك بسرعه. تمام؟ وبالتالي لو انا بتكلم على تي ال سي بليت يبقى المفروض ان هو هيبقى السبوت اللي هتظهر فوق خالص، لو احنا ماشيين من تحت كده. لو انا بتكلم على كولم يبقى هو اول كومبوننت هينزل لي من الكولم، ليه؟ لانه اتحرك بسرعه مع الموبايل فيز. اما الكومبوننتس اللي هيحصل لها انتراكشن بشكل اكبر مع الاستيشنري فدي هتقعد اكتر على الاستيشنري فيز، وبالتالي مثلا في السيليكا هتبان هي اللي تحت، الار اف فاليو بتاعتها زي ما هنتكلم على الار اف بعد كده هتبقى اوف ايه شورتر ديستنس، في حين مثلا ان الكومبوننتس اللي موجوده على الكولم هتنزل متاخر، هيبقى الاخضر ده مثلا لو هينزل اخر حاجه من الكولم هو ده هيبقى هو ده اكتر حاجه عملت انتراكشن مع الايه مع الاستيشنري فيز. وهي دي فكره الديفرنشال مايجريشن زي ما بقول لكم. خلاص، يبقى كده احنا فهمنا الفكره كلها ماشيه ازاي، والنوع ده من الانتراكشن بنقول عليه ادزوربشن وهنتكلم عليه بالتفصيل. هنا بس في عندي بعض الكونسبتس اللي انا عايز اكد عليها بالنسبه لموضوع الكولم الكروماتوجرافي بالذات. الموبايل فيز اللي بيخش جوه الكولم اول ما بيدخل بنسميه الوينت، يبقى ده الالوينت ده هو الفلويد او الموبايل فيز اللي هو انترينج ذا كولم، وبالتالي ده سولفنت لوحده معهوش حاجه. انما الموبايل فيز اللي هيخرج من الكولم ده هيكون معاه غالبا السامبل بتاعتي او السامبل كومبوننتس بتاعتي، وبالتالي بقول عليه الويت. يبقى الويت هو الفلويد اكزيتنج ذا كولم او اللي هيخرج من الكولم، اما الالوينت هو الفلويد اللي هو انترينج ذا كولم. وبالتالي لو سالتك مين فيهم اللي موبايل فيز بس، هو الالوينت لان ده لسه داخل جديد فريش معهوش حاجه، انما هيلاقي هنا السامبل بتاعتي هيبتدي ياخدها وينزل بيها جوه الكولم ويخرج، فاللي طالع ده الويت لان ده عباره عن الموبايل فيز ومعاه كمان السامبل او معاه جزء من السامبل. تمام كده؟ يبقى ده كده دي برضه طريقه ثانيه بتشرح لك او بتوري لك البرنسبل بتاعت الكولم الكروماتوجرافي. كان عندك سامبل، السامبل دي فيها تو كومبوننتس A وB، دخلنا الموبايل فيز بتاعنا من فوق، بدا يحصل الديفرنشال مايجريشن. تمام، الكولم طبعا هنا باكينج زي ما احنا قلنا، والباكد جوه الكولم وبيبقى سسبندد في الموبايل فيز بتاعي زي ما قلنا قبل كده، ما بيبقاش سوليد كده وخلاص، لا لازم يكون سسبندد، عامل سسبنشن في الايه الموبايل فيز بتاعي، وبالتالي يبتدي يحصل السيبريشن. الموبايل فيز ينزل ياخد الكومبوننتس دي ويمشي بيها، طبعا مش الكومبوننتس مش هتمشي زي بعض، واحد منهم هيمشي اسرع من التاني، اللي بيمشي اسرع ده زي ما قلت لكم هو اللي بيمسك اكتر في الموبايل فيز، وبالتالي يتفصل الاول يطلع في الويت الاول، واللي بيمشي ابطا ده اللي بيفضل قاعد شويه على الكولم وينزل بعدها، وبالتالي ده برضو بينزل في الويت بس بينزل متاخر شويه. تمام كده؟ البروسيس دي نفسها اللي هي عمليه الموفمنت دي كلها او الباسنج بتاع الليكويد او حتى جاز في حاله الموبايل فيز لما يكون جاز جوه الكولم دي بنسميها الوشن. يبقى كلمة elution دي نقطة مهمة جدا، هي عبارة عن البروسيس اللي بيعدي بيها الليكويد أو الجاز through the column. تمام، يبقى دول ثلاثة concepts مهمين قوي 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 لشغلنا بعد كده. وبالتالي بعد ما كده ما فهمنا الفكرة العامة من الكروماتوجرافي، يبقى الهدف زي ما قلت لكم من الكروماتوجرافي ان هو يعمل لي ايه؟ يعمل لي separation with good resolution. يعني ايه with good resolution؟ يعني يفصل لي الكومبوننتس عن بعض. لو قدرت اوصل للسيبريشن اللي هو with good resolution ده، هقدر اعرف اول معلومه مهمه جدا وهي الاناليسيس.
يعني ايه اناليسز؟ يعني هقدر اعرف النمبر اوف ديفرنت كومبوننتس اللي موجوده جوه الميكتشر، واقدر اعرف النيتشر بتاعت الكومبوننتس دي ايه، زي ما شرحنا لو عندي ميثود معينه اقدر اعرف بيها الكلام ده، سواء فيجواليزنج ايجنت مثلا في حاله التي ال سي، يو في لامب الى اخره. تمام. الحاجه الثانيه، بما اني فصلت فانا حققت اصعب هدف، ان انا عندي كومبلكس ميكتشر في حاله الهربال برودكتس، فانا فصلت الميكتشر ده للكومبوننتس بتاعته بشكل كبير. تيجي الخطوه الثانيه، ان انا ممكن اقدر اعمل ايدنتيفيكيشن من خلال الكروماتوجرافي للكومبوننتس دي انديفيديوالي، اقدر اعرف البيوريتي بتاعتها قد ايه. بمعنى نفترض مثلا ان انا عندي، ودي هتكلم عليها يمكن في السلايد اللي جايه، نفترض ان انا عندي مثلا مركب او ميكتشر، الميكتشر ده عباره عن مركب اساسي انا عايزه ومعاه نسبه صغيره جدا من امبيوريتي، تمام، انا مش عايزها. تمام. فلو حطيت الكلام ده على كولن مثلا زي ما شرحنا كده، فبدا الاثنين يتفصلوا عن بعض، الامبيوريتي تتفصل عن الكومباوند اللي انا عايزه، هينزل لي الاثنين، ابدا اوزن البيوريتي الامبيوريتي بتاعتي، الاقيها مثلا تمثل 5% من التوتال، يبقى ده معناه ان البيوريتي بتاعت المركب بتاعي كانت 95% مثلا في الميكتشر، فاهمني؟ فبالتالي يبقى انا كده اقدر اعمل بيوريفيكيشن، واقدر احدد البيوريتي بتاعت الايه، السامبل بتاعتي. اقدر اعمل بيوريفيكيشن ليه؟ لان انا قدرت افصل الامبيوريتي عن الكومباوند، فانا كده عملت بيوريفيكيشن. تمام. وفي نفس الوقت عرفت كمان البيوريتي نسبتها قد ايه، لما عملت كوانتيفيكيشن للامبيوريتي دي طلعت 5%، يبقى معناها ان البيوريتي بتاعتي 95%. فهمنا ازاي؟ فدي كلها ابلكيشنز الكروماتوجرافي بالديفرنت تكنيكس بتاعته تقدر تعملها لي. وبالتالي هنلاقي دايما ان الابلكيشنز بتاعتي ممكن تتقسم لثلاث حاجات في الكروماتوجرافي. حاجه اسمها كواليتيتيف ابلكيشنز، واظن الكلمه دي واضحه قوي، يبقى حاجات كلها ملهاش علاقه بالكونسنتريشن، حاجات كلها ليها علاقه بالايدنتيتي. ان انا ممكن اعمل اناليسيس، وعرفنا يعني ايه اناليسيس، اعين النمبر اوف كومبوننتس اللي موجوده في الميكتشر واعرف النيتشر بتاعتها. عندي ميكتشر فيه 5 كومبوننتس فطلعوا 5 سبوتس على التي ال سي، فانا كده عرفت. بس امتى هيحصل الكلام ده؟ لو انا عندي جود ريزوليوشن للكروماتوجرافيك سيستم بتاعي. تمام. اقدر اعمل ايدنتيفيكيشن للانديفيديوال كومبوننتس دي، واقدر اقارنها كمان بريفرنس سبستنسز زي ما شفتوا كده في الجينجر مثلا لما كنتوا شغالين. اقدر اعمل ديترمينيشن للبيوريتي زي ما قلنا بتاعت السبستنس، ودي شرحناها، قلنا ان انا عندي سامبل ومعاها امبيوريتي، اقدر افصل الاثنين عن بعض واحدد الكونسنتريشن بتاع الامبيوريتي، وبالتالي اقدر اعرف كده البيوريتي بتاعت السبستنس، وده كده كواليتيتيف مش كوانتيتيف. ليه؟ لان هو لو كان كوانتيتيف كنت هتعين الكونسنتريشن بتاع الكومباوند نفسه، انما انت هنا بتعين الكونسنتريشن بتاع الامبيوريتي عشان الهدف بس ان انت تقدر تعمل ايه، تو ديترماين البيوريتي بتاعت السبستنس، تقول ان البيوريتي بتاعت السبستنس دي 40 90% 80% 70% الى اخره. وفي حاجه يمكن بتوع الكيمياء اكتر الاورجانيك بيستخدموها، اللي هي فكره المونيتورنج اوف ذا بروجريس اوف ذا رياكشن ميكتشر. يعني مثلا انا عندي دلوقتي فلاسكه، الفلاسكه دي حطيت فيها تو كومباوندز، تمام، التو كومباوندز دول بيتفاعلوا مع بعض، فباخد سبوت من الرياكشن ميكتشر ده واحطه على التي ال سي واشوف هل فعلا المركب جديد اتكون ولا لسه هما التو انديفيديوال كومبوننتس اللي موجودين. فبقى عامل تي ال سي بسيط كده، احط فيه الرياكشن ميكتشر واحط فيه الانديفيديوال كومبوننتس بتاعت الرياكشن، تمام، واشوف ايه اللي هيطلع معايا. لو طلع معايا سبوت جديد مثلا، الكومبوننت ده سي طلع هنا والكومبوننت ده سي طلع هنا، تمام، لو طلع عندي سبوت ثالثه مثلا في النص هنا جديده، يبقى ده معناه ان في نيو سبوت، يبقى معناه في برودكت وهكذا. يبقى ده اسمه مونيتورنج للايه، للبروجريس اوف ذا رياكشن ايه ميكتشر. ده كل ده كواليتيتيف ابلكيشنز. النوع الثاني بنسميه كوانتيتيف ابلكيشن. كوانتيتيف ابلكيشن يعني معناها بدل ما هعرف ايه هي الكومبوننتس زي الكواليتيتيف، لا ده انا هعين الكونسنتريشن بتاع الكومبوننتس دي. فهمتوني ازاي؟ ودايما الاثنين بيكملوا بعض، دايما الاثنين انتجريتيف. الكواليتيتيف بيبتدي في الاول ان انا افصل واعرف ايه الميكتشر بتاعي عباره عن كام كومبوننت، وبعدين ابتدي بعد كده اعين الكونسنتريشن بتاع الانديفيديوال كومبوننتس دي، يبقى انا كده دخلت في سكه الايه، الكوانتيتيف. الكروماتوجرافي بالديفرنت تكنيكس بتاعته يقدر يعمل لي الكلام ده بشكل كبير جدا. وفي ميزه حلوه قوي ان ممكن يعمله حتى في وجود انترفيرنج سبستنسز زي مثلا الكالورينج ماترز، ودي بنشوفها كتير قوي في البلانت ماتريكس او في البلانت ايه، في البلانت سامبلز. ان البلانت ماتريكس او بلانت سامبلز بيبقى فيها ممكن حاجات في الباك جراوند كتيره جدا. يعني مثلا لما تيجي تتكلم مثلا على سنه ليفز مثلا عايز تعملها اناليسيس، انت عندك سينوسايدز وعندك فلافونويدز وغيره وغيره، ولكن عندك كلوروفيل موجود ككلورينج ماتر موجوده او كماده موجوده في الباك جراوند،
وبالتالي بتأثر جدا. ولكن انت من خلال الكروماتوجرافي تقدر تعين السينوسايدز وتقدر تعين الفلافونويدز وغيره في وجود الايه الكالرينج ماتر او في وجود الكلوروفيل او في وجود الحاجات دي كلها. تمام. اخر ابلكيشن ويمكن ده يمكن اول مره تسمعوا الكلمه دي كلمه بريباراتيف، ودي بتهمنا قوي في الصناعه. البريباراتيف ابلكيشن يعني ايه كلمه بريباراتيف ابلكيشن؟ كلمه بريباراتيف ابلكيشن ان انا اقدر من خلال الكروماتوجرافيك سيستم ايا كان هو مين ابدا افصل كميات من المركب بتاعي اللي انا عايزه في صوره بيور. تمام. هو ده كلمه بريباراتيف. يبقى تو اوبتين كميه ايا كانت الكميه دي، ممكن تكون ملي جرامز ممكن تكون جرامز، من كومبوننت معين انا عايزه في بيور فورم. هي دي فكره البريباراتيف ابلكيشن. الكميه اللي انا هقدر احصل عليها هتختلف حسب اختلاف الكروماتوجرافيك سيستم. يعني الكولمز مثلا بتقدر تدينا كميات كبيره شويه من البيور كومباوندز. البيبر والثين لاير كروماتوجرافي بيدونا كميات صغيره جدا من البيور كومباوند. ده اسمه بريباراتيف ابلكيشن. تمام. طبعا الكميه برضو اللي هتوصل لها من الكومبوننتس هتعتمد على الكميه اللي انت بادئ بيها اصلا من السامبل. كل ما الكميه اللي انت بادئ بيها من السامبل الميكتشر ده تكون كبيره، كل ما امكانيه ان انت تقدر توصل لكومبوننتس بكميات اكبر هتكون افضل، صح؟ وهتعتمد كمان على تركيز الكومبوننتس دي جوه السامبل ميكتشر. لو الكومبوننت ده تركيزه كبير جوه السامبل ميكتشر يبقى الكميه اللي هتقدر تحصل عليها منه بالبريباراتيف ابلكيشن هتكون كبيره. تمام. يبقى هتسمع كلمه بريباراتيف ابلكيشن دي كتير قوي، وتبقى فاهم دايما ان عشان نعمل بريباراتيف ابلكيشن غالبا التكنيك اللي هنستخدمه لازم يكون كولم كروماتوجرافي. دي امثله لبعض التكنيكس اللي انتوا ممكن شفتوا بعضها وبعضها تاني هتشوفوه معانا الترم ده، زي الكولن كروماتوجرافي، زي التي ال سي، زي البيبر. تمام. اشتغلتوا الحاجات دي اكيد السنه اللي فاتت او شفتوها في سنه ثالثه. وفي عندنا الجي سي والاتش بي ال سي، دول مهمين قوي كتكنيكس في الهرب اندستري اللي احنا عمالين نتكلم عليها من بدايه الايه الترم. فعشان كده مهمين قوي كتكنيكس نبقى فاهمين ايه الابلكيشنز بتاعتها وهنستخدمها ازاي جوه المصنع في شغل الهرب الايه برودكتس. طيب لو جيت سالتكم سؤال، مين في التكنيكس دي كلها اللي نعتبره بلانر كروماتوجرافي، ومين في التكنيكس دي اللي نعتبره كولم كروماتوجرافي؟ هتقول لي ايه بلانر وايه كولم؟ احنا هنجي لها الحته دي كمان شويه، ان احنا بنقسم الكروماتوجرافيك سيستم اكوردنج تو ديفرنت كلاسيفيكيشنز. فخليها بس خلينا نفكر فيها دلوقتي، انتوا فكروا فيها في السلايد دي وبعدين انا هجاوب عليها في الكام سلايد اللي جايين. لو جينا بقى نتكلم شويه على بدايات الكلاسيفيكيشن اوف ذا كروماتوجرافيك تكنيكس او كلاسيفيكيشن اوف ذا كروماتوجرافيك سيستمز، فلو جيت قلت لك مثلا السيستم اللي انت مستخدمه او الكروماتوجرافيك تكنيك اللي قدامك ده ايه نوعه، السؤال ده عايم قوي وما ينفعش تجاوب عليه على طول، لازم تسالني اكوردنج تو وات. يبقى احنا عندنا كلاسيفيكيشنز للكروماتوجرافيك تكنيكس اكوردنج لحاجات كتير جدا. تمام. هنبتدي بعضها مع بعض النهارده. اول حاجه ان احنا بنقسم اكوردنج للنيتشر بتاعه الموبايل فيز، ويمكن التقسيمه دي انا قلتها اوريدي، قلت لكم ان الموبايل فيز في اي كروماتوجرافيك سيستم ممكن يكون ليكويد وممكن يكون جاز، ما ينفعش يكون سوليد. تمام. لو ليكويد هقول على السيستم ده ال سي ليكويد كروماتوجرافي، لو جاز هقول على السيستم بتاعي جاز كروماتوجرافي جي سي. يبقى دي نقطه مهمه جدا لازم يبقى فاهمينها. طب هل ده له علاقه بالستيشنري فيز؟ خالص. الستيشنري فيز في جميع الحالات هيكون يا اما سوليد يا اما ليكويد supported او immobilized على inert solid material. فهمنا ازاي؟ فالستيشنري فيز هنا في التقسيمه دي ملوش دعوه، ده التقسيمه دي اكوردنج لايه؟ للنيتشر بتاعه الموبايل فيز. فلما اقول ان انا عندي ليكويد كروماتوجرافي انا فاهم ان الموبايل فيز بتاعي ليكويد، لما اقول ان انا عندي جاز كروماتوجرافي انا فاهم ان الموبايل فيز بتاعي جاز. ولو جيت سالتك بقى بالتطبيق على البراكتيكال اللي انت اشتغلته في الجينجر، فانت هتقول لي ان تي ال سي سيستم اللي انت استخدمته في الجينجر ده كان ال سي، صح ولا لا؟ لان هو الموبايل فيز اللي انت حطيت فيه الثين لاير بليت هو عباره عن ليكويد وبالتالي هو ال سي. تمام. يبقى دي اول تقسيمه. في الحاله دي بيظهر عندي تعريفين مهمين قوي عايزكم ايه تركزوا عليهم، او خلينا نقول ابريفيشنز، اختصارات مهمة جدا لازم نبقى فاهمينها كويس قوي. أول اختصار أقول لك إن السيستم بتاعي LLC أو LSC. وهنا عايز أسألكم، تفتكروا الحروف دي تمثل إيه؟ دايما الحرف الأولاني بيمثل الموبايل فيس، والحرف الثاني دايما بيمثل الستيشنري فيس.
والحرف الثالث ده كلمة كروماتوجرافي سي. خلاص كده، فلما اقول ال ال سي يبقى كده الموبايل فيس بتاعي ليكويد عشان الحرف الاولاني ال، الاستيشنري فيس بتاعي ليكويد عشان الحرف الثاني ال، وكروماتوجرافي طبعا. هنا الموبايل فيس بتاعي ليكويد بس الاستيشنري فيس بتاعي سوليد وكروماتوجرافي طبعا. فهمنا ازاي؟ واحنا قلنا ان لما يبقى الاستيشنري فيز ليكويد لازم هيكون ايموبيلايزد على ايه؟ على انرت سبورت. ودايما هتلاقي السيستمز دي بستخدمها في الحاجات النون فولاتايل. تمام كده؟ طب لو قلت لك التي ال سي اللي استخدمته في الجينجر كان انهي سيستم؟ هتفكر شويه وهتقول لي ان الموبايل فيز بتاعي كان ليكويد والاستيشنري فيز بتاعي كان سوليد اللي هو عباره عن السيليكا اللي كانت موجوده على الثين لاير بليت، وبالتالي يبقى انا اكيد ال اس سي. فهمنا ازاي؟ وتقدر بقى تطبق الكلام ده على اي سيستم انت بتشتغل بيه وتشوف الابريفيشن بتاعته ايه. تعالوا نشوف حاجه تانية. لو الموبايل فيس بتاعي جاز والستيشنري فيس بتاعي سوليد، يبقى انت في الحاله دي هيكون عندك ايه؟ جي اس سي. طيب لو عندك الموبايل فيس بتاعك جاز والستيشنري فيس بتاعك ليكويد، يبقى انت عندك جي ال سي. وعاده التو سيستمز دول هنستخدمهم في حاله الفولاتايل ايه؟ سبستنسز. فهمنا ازاي؟ يبقى ده مهم قوي نبقى فاهمين التقسيمة دي. التقسيمة التانية اللي لسه كنت بسألكم عليها سؤال من شوية، يا رب تكونوا جاوبتوه، اللي هو according للاي اوت اوف ذا ستيشنري فيس. فاكوردنج للاي اوت احنا عندنا حاجه اسمها بلانر كروماتوجرافي وعندنا حاجه اسمها كولمن كروماتوجرافي. اظن الدنيا واضحه. لما اقول لاي اوت يعني ممكن اكون يكون عندي الستيشنري فيس بتاعي ان 2 دي دايمنشن، يعني هو عباره عن سوليد كده موجود على الثيل لاير وخلاص. ممكن الثيل لاير دي تكون بليت الومينم شيت كده زي في حاله التي ال سي كده، او يكون بيبر زي الورقه بتاعت الفلتر بيبر اللي اشتغلت بيها السنه اللي فاتت في سنه ثالثه. ففي الحالتين ده عباره عن بلانر كروماتوجرافي. الستيشنري فيس زي ما قلت لكم موجود في 2 دي دايمنشن. اما الثاني هو عباره عن كولم، بيبقى عندك كولم واضح. الكولم ده ممكن يكون جلاس، ممكن يكون ستانلس ستيل انبوبه تيوب كده، ممكن تكون اوبن كولم، ممكن تكون كلوزد كولم. هنبقى نتكلم على الكلام ده. وبتبقى باكد بالستيشنري فيس جواها، فالستيشنري فيس حتى بيبقى على الانر وولز سبورتد بالانر وولز بتاعت الكولم. وبالتالي انت عندك هنا 3 دي دايمنشن. ممكن يكون كولم بسيط خالص اوبن كولم زي اللي شرحناه من شويه، اللي هو كان حتى نسيت اقول لكم ساعتها ان العالم اللي اكتشفه عشان يديله حقه اسمه سوات، تمام، سنه 1903. الراجل ده هو اول واحد قال ان في حاجه اسمها كروماتوجرافيك سيستم. جاب كولم وحط عليه بتروليوم ايثر اكستراكت بتعليف وسابه يحصل له سيبريشن لديفرنت باندز وديفرنت كولرز قدامه، فاكتشف ان في حاجه اسمها ايه؟ كروماتوجرافي بالشكل ده. تمام. وممكن يكون بقى كولمز كلوزد وسيستم سوفيستيكيتد زي الجي سي مثلا كده، او زي الايه، او زي الاتش بي ال سي. تمام. بس في الحالتين دول في الاخر برغم انها سيستمز معقده وكبيره واجهزه، ولكن في الاخر هي كولم، هي زيها زي الاوبن كولم، نفس الفكره بس باختلاف الايه، الادفانسمنتس حوالين الكولم ده. تمام كده، او الحاجات الثانيه اللي متوصله بالكولم بس كده. فده كده بالنسبه للتقسيمه دي. يبقى لو قلت لك التي ال سي فانت هتقول لي اللي استخدمته في الجينجر، فانت هتقول لي ان هو بلانر كروماتوجرافي. يبقى انت كده اكوردنج للاي اوت بتاعت الستيشنري فيز هو بلانر، بس اكوردنج للنيتشر بتاعت الموبايل فيز هو ال اس سي. صح كده؟ وهكذا بقى تقدر تطبق الكلام ده على اي سيستم تاني. التقسيمه الثالثه اللي بنتكلم عليها اللي هي according to the relative polarity of the two phases. احنا عندنا two phases في الكروماتوجرافيك سيستم، عندنا stationary وعندنا mobile phase. فعندنا تقسيمة مشهورة جدا في الحتة دي بنسمعها كتير، كلمة NP وكلمة RP، normal phase و reversed phase. تمام. النورمال فيس كروماتوجرافي باختصار شديد يبقى دايما في النورمال والريفرسد فيس تبقى فاهم ان غالبا هيكون عندك الموبايل فيس والستيشنري فيس اوف ديفرنت بولاريتيز. دي مهمه قوي. في النورمال فيس هتلاقي دايما الستيشنري فيس بتاعك هو اللي اوف ريلاتيفلي هاي بولاريتي. يعني ايه ريلاتيفلي هاي بولاريتي؟ يعني هو بولر مقارنه بالموبايل. الموبايل فيس البولاريتي بتاعته اقل، والسيليكا او الستيشنري فيس الموبايل البولاريتي بتاعتها اعلى. فهمنا ازاي؟ طب ليه دايما في ديفرنس في البولاريتي؟ عشان يحصل سيبريشن. ما هو عشان يحصل سيبريشن في الحالات اللي زي كده بنعتمد على ديفرنس في البولاريتي ده عشان يحصل حاجه مهمه قوي لو فاكرينها، اسمها ادزوربشن او الادمصاص بنقول عليها. تمام. ان جزء من الكومبوننتس هيادزورب هيمسك في الستيشنري فيز بالبولر انتراكشنز، وجزء تاني هيمشي مع الموبايل فيز بالنون بولر ايه انتراكشنز. تمام. ده اسمه نورمال فيز. النوع التاني ريفرس، يبقى العكس معكوس، يبقى الستيشنري فيز بتاعي دايما هو اللي هيكون نون بولر مقارنه بالموبايل. الموبايل فيز هو اللي هيكون بولر.
تمام. عادة هنا هنشوف كمان يعني قدام ان احنا بنستخدم الاسيتونيترول والميثانول والحاجات دي كبولر ايه سولفنتس في الحالة دي تمام. هتلاقي دايما الاستيشنري فيز هنا مثلا سيليكا اللي انتوا بتستخدموها في التي ال سي، فهتلاقي دايما ان في التي ال سي السيستم بتاعك نورمال فيز اللي انت استخدمته في المعمل في الجينجر مثلا ام بي. ليه ام بي؟ لان هو عباره عن سيليكا، السيليكا دي بولاريتي بتاعتها عاليه، والموبايل فيز اللي انت مستخدمه هتلاقيه نون بولر بالريلاتيفلي ايه ليها خلاص. طيب امتى نستخدم النورمال فيز؟ انا دلوقتي بتكلم ان جنرال، امتى نستخدم النورمال فيز وامتى نستخدم الريفرس فيز؟ عاده لما بتكون السوليدز، ونركز في كلمه سوليدز اللي هي السامبل كومبوننتس بتاعتي، لما تكون السامبل كومبوننتس دي اوف لو اور ميديوم بولاريتي يفضل ان انا اروح للسيليكا واستخدم السيليكا، هي هتفصلهم لي كويس جدا تمام. انما لما يكون عندي السوليدز بتاعتي اوف فيري هاي بولاريتي، لو حطيتها على السيليكا هتمسك جامد جدا في السيليكا لانها زيها بولر زيها، ومش هيحصل سيباريشن كويس. فالافضل ان يكون السوليدز اللي هي اوف فيري هاي بولاريتي دي اروح استخدم فيها دايما ريفرسد ايه فيس تمام. ده كده بالنسبه للجزء ده. التقسيمه اكوردنج تو ذا سكيل او الانتندد يوز بنقول عليه كروماتوجرافيك سكيل تمام. يبقى احنا دلوقتي قسمنا، هنراجع التقسيمه في الاخر بس خلينا نخلص دي الاول. الكروماتوجرافيك سكيل بنتكلم على اناليتيكال، بنتكلم على سيمي بريباراتيف، بنتكلم على بريباراتيف، بنتكلم على اندستريال. ايه الفكره يعني ايه الفرق بينهم؟ لما اجي اقول لك مثلا ان انا عندي الكروماتوجرافيك سيستم ده اناليتيكال، اناليتيكال يبقى الداتا اللي هتطلع لي من السيستم ده المخرج في الاخر المنتج اللي هيطلع هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ايدنتيفيكيشن يعني كومباوند اي دي تمام، وعباره عن كونسنتريشن لو هعمل كوانتيتيف يعني اقدر اعين الكونسنتريشن بتاع الكومباوند. يعني لو عندي ميكتشر، خلينا نقولها كده بشكل بسيط، لو عندي ميكتشر فيه تو كومبوننتس تمام، حطيتهم في اناليتيكال سيستم، فانا اللي متوقعه ان يطلع لي شارت مثلا قدامي او تي ال سي بليت، والتي ال سي بليت ده انا شايف عليه تو سبوتس خلاص. التو سبوتس دول لو رشيتهم هيدوني لون معين، فانا كده عرفت هم مين او النيتشر بتاعتهم ايه، ولو حطيتهم قارنتهم بريفرنس هقدر اعرف هم مين بالظبط زي ما عملته في الجينجر. يبقى دي اسمها اناليتيكال كومباوند اي دي، بس بتعرف ايه هي عدد الكومبوننتس اللي موجوده، بتعمل اناليسز وبتشوف ايه هم، لو معاك ريفرنس ماتيريال تقدر تعرفه، وممكن تعين الكونسنتريشن بتاعهم اه ممكن، بس مش شرط باستخدام التي ال سي، ممكن بتكنيكس ثانيه خلاص كده. يبقى ده اسمه اناليتيكال. طيب السيمي بريباراتيف عباره عن ايه؟ من اول بقى السيمي بريباراتيف وانت ماشي، سواء السيمي بريباراتيف او البريباراتيف او الاندستريال، فانت بتتكلم على مركبات بعد ما بتتفصل بتبتدي تقدر تحصل على المركبات دي في بيور فورم، عشان كده قلنا عليه بريباراتيف ابلكيشن لو فاكرينه. الفرق ان السيمي بريباراتيف انت بتقدر توصل لكميات صغيره من البيوريفايد كومباوند بتاعك، بنتكلم في كميات بتوصل لغايه نص جرام بس. اما البريباراتيف فانت بتتكلم في كميات اكتر من نص جرام واقل من جرام من البيور كومباوند بتاعك. اما الاندستريال فانت بتتكلم بقى في كميات من اول جرام لغايه كيلوات، فانت بتتكلم في كميات كبيره جدا في التصنيع، ده اسمه اندستريال سكيل. بس هو ده الفرق. يبقى الفرق الوحيد ان لما اقول كلمه اناليتيكال فانت فاهم ان انت ما قدرتش تاخد بيور كومباوند في ايدك، ما قدرتش ان انت تعمل بيوريفيكيشن توصل للبيور كومباوند تقدر تستخدمه بعد كده في الصناعه، تحطه في برودكت تعمل، لا مفيش. انما السيمي بريباراتيف بريباراتيف اندستريال فانت بتقدر توصل لبيور كومباوند في ايدك. عندك ديجيتاليس مثلا، الديجيتاليس عايز تطلع منها مثلا اللاناتوزايد سي، فبالتالي بتعمل بريباراتيف ابلكيشن من دول سواء السيمي او البريباراتيف او الاندستريال، بحيث ان انت تقدر توصل للاناتوزايد سي ده في بيور فورم في ايدك. لو وصلت الكميه لغايه نص جرام فانت سيمي بريباراتيف، لو وصلت الكميه اكبر من نص جرام لغايه جرام فانت بتتكلم في بريباراتيف سكيل، لو وصلت الكميه من جرام لكيلوات فانت بتتكلم فين؟ في الاندستريال سكيل. كده شباب احنا دي تقريبا، انا بس السلايد دي حطيتها كده عشان بس ايه احاول يعني اعمل لكم سامري كده للجزء اللي احنا اتكلمنا فيه بالنسبه للكلاسيفيكيشن اوف كروماتوجرافيك تكنيكس. احنا لغايه دلوقتي خلصنا الاربعه تايبس اوف كلاسيفيكيشن دول، قدرنا نعمل كلاسيفيكيشن للكروماتوجرافيك تكنيك اكوردنج تو ذا نيتشر اوف ذا موبايل فيز ليكويد وسوليد
ليكويد سوري وجاز ال سي وجي سي according to the layout of the stationary phase planar column according to the relative polarity of the two phases normal phase and reversed phase according to the scale زي ما شفنا analytical و semi preparative و preparative و ايه و industrial. فمهم قوي ان انت تبقى فاهم كل نوع من الكلاسيفيكيشن ايه اللي حصل فيه وكل concept من دول معناه ايه، يعني ايه normal phase، يعني ايه reversed phase، يعني ايه analytical، يعني ايه preparative. الحاجات دي مهمة جدا انها تكون موجودة عندك. تمام، فاضل لنا مود اوف كلاسيفيكيشن او تايب اوف كلاسيفيكيشن واحد بس هو ده اللي فاضل نتكلم عليه، وهو الكلاسيفيكيشن اوف كروماتوجرافيك تكنيكس اكوردنج تو ذا مود اوف ريتنشن. تعالوا بقى نتكلم عليه في السلايدز اللي جايه. طبعا احنا مش هنغطيه كله النهارده، هنتكلم على جزء منه وهنكمله مع بعض ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. اكوردنج تو ذا مود اوف ريتنشن، كلمه مود اوف ريتنشن دي معناها يا شباب ان احنا بنتكلم على على حاجة مهمة قوي اسمها absorptive phenomena او الفيزيكال كاركتر اللي من خلالها بقدر ان انا اعمل او احقق السيباريشن بتاع السوليود بتاعي او بتاعة السامبل بتاعتي. يعني ايه برضو مش فاهم؟ احنا اتفقنا ان كده كده اي كروماتوجرافيك سيستم عشان يعمل لي سيباريشن لكومبوننتس موجودة في ميكتشر، السيباريشن ده بيتم بيزد على فيزيكال بروبرتي. الفيزيكال بروبرتي دي هتختلف حسب الكروماتوجرافيك سيستم اللي انا هستخدمه. يعني ممكن جدا ان انا استخدم كروماتوجرافيك سيستم بيعمل لي سيباريشن بيزد على حاجه اسمها ادزوربشن، ممكن اشتغل بحاجه اسمها بارتيشن فيفصل المركبات بتاعتي اكوردنج للبارتيشن، او يفصل المركبات بتاعتي بيزد على حاجه اسمها اين اكستشينج. يبقى دي فيزيكال بروبرتيز، واحد بيشتغل بالادزوربشن، واحد بيشتغل بالبارتيشن، واحد بيشتغل بالاين اكستشينج، واحد بيشتغل بالموليكولر اكسكلوجن، واحد بيشتغل بالافينيتي. فهمنا ازاي؟ يبقى كلمة mode of retention هي الطريقة اللي من خلالها الكروماتوجرافيك سيستم بيفصل لي المركبات بتاعتي اللي موجودة في الميكتشر. الطريقة دي لازم تكون physical character، لازم تكون physical character، وهتكون حاجة من دول. خلاص؟ واضح؟ يعني معنى كلمة physical character اللي احنا بنتكلم عليها هنا دي ان انا بتكلم على يا شباب بتكلم على ايه؟ على حاجه ما بتعملش كيميكال انتر اكشن مع الاستيشنري فيز. يبقى هنا دي نقطه مهمه جدا لازم ناكد عليها، ان السامبل will not interact chemically مع الاستيشنري فيز. مش هيحصل لها انتر اكشن كيميكالي مع الاستيشنري فيز خالص. هو الانتر اكشن هنا فيزيكال، فيزيكال يعني في نوع من انواع الايه الانتر موليكولار فورسز اوف انتر اكشن، مفيش كوفالنت بونز مثلا بتتكون عشان اقدر اقول ان ده كيميكال انتر اكشن. فهمنا ازاي؟ فهو فيزيكال ايه؟ فيزيكال كاركتر. الفيزيكال كاركتر دي هي اللي بتحقق لي الايه الانتر اكشن ما بين السامبل وما بين الاستيشنري فيز بتاعي. طب لو الانتر اكشن ما بين السامبل والاستيشنري فيز ده ما حصلش ايه اللي هيحصل؟ او كان انتر اكشن ضعيف، يبقى الموبايل فيز في الحاله دي هو اللي هيكون ليه الاولويه او هو اللي هيكون ليه البرايورتي. فبالتالي السامبل في الحاله دي هتسيب الاستيشنري فيز وتروح تتحرك مع الموبايل فيز بطريقه اسرع، ومن هنا يحصل السيبريشن. جزء من السامبل كومبوننتس قدر يعمل الفيزيكال انتر اكشن ده مع الاستيشنري فيز فيمسك شويه ويقعد على الاستيشنري فيز، وجزء تاني ما قدرش يعمل الفيزيكال انتر اكشن اللي هو واحد من دول، وبالتالي يبدا يتحرك مع الايه مع الموبايل فيز. خلينا نبتدي نتكلم عليهم واحد واحد كده. اول حاجه هنتكلم عليها هو الادزوربشن. بالنسبه للادزوربشن خلينا نشرحه الاول اكوردنج للكلام اللي اتكلمناه قبل كده. احنا اتفقنا ان اي كروماتوجرافيك سيستم هو ثلاث حاجات: سوليد، ستيشنري فيز، موبايل فيز. في حاله الادزوربشن مثلا الستيشنري فيز بتاعي يفضل انه يكون او لازم يكون سوليد، يبقى احنا هنا بنتكلم على سوليد ستيشنري فيز. تمام، بنتكلم على ان الموبايل فيز بتاعي غالبا هيكون يا ليكويد يا هيكون جاز، وبالتالي انا اكوردنج للمعلومات دي انا اقدر اكتب ان السيستم في حاله الادزوربشن هيكون ايه؟ هيكون يا اما LSC يا اما هيكون يا اما LSC يا اما هيكون ايه GSC. تمام، هم دول الحاجتين اللي موجودين عندنا، يا ده يا ده. الموبايل فيز هو اول حرف فده لازم يكون يا ليكويد يا جاز، والسوليد ده لازم يكون تاني حرف، فبالتالي هو في الحالتين سوليد لان ده ايه لان ده الاستيشنري فيز في حاله الادزوربشن لازم يكون سوليد. يبقى دي اول حاجه في الكرايتيريا بتاعتي. طب الانتر اكشن هنا هيتم ازاي؟ هيتم او الفيزيكال بروبرتي اللي احنا هنستخدمها هنستخدم حاجه اسمها ادزوربشن، عشان كده احنا سميناه ادزوربشن كروماتوجرافي. وكلمه ادزوربشن بالدي غير كلمه ابزوربشن، دي حاجه ودي حاجه، واكيد انتوا عارفين الكلام ده.
كلمة absorption يعني to absorb، يعني هيمتص المادة ويخليها جواه، تمام؟ إنما كلمة adsorb معناها إن المادة بتاعتي هتكون على السيرفيس بتاع الستيشنري فيز. لو قلت لكم إن الستيشنري فيز absorbed حاجة يعني معناها أخد المادة دي وخليها جواه، تمام؟ إنما adsorbed يعني معناها أخد المادة دي على السطح بتاعه، على السيرفيس بتاعه of the solid stationary phase. ومن هنا لازم يكون في عندي properties معينة موجودة في الستيشنري فيز ده، غير إن هو solid، فكرة إن هو solid ده أكيد، ولكن لازم يكون مثلا البارتكل سايز بتاعه صغير. ليه؟ عشان يديني سيرفيس اريا كبيره تبقى افيلبل، وطالما السيرفيس اريا افيلبل كبيره يقدر يعمل ادزوربشن لكميات كبيره من السامبل، تمام؟ دي حاجه منطقيه جدا، تمام؟ في نفس الوقت لازم يكون البارتكل سايز ده مش صغير قوي، لازم يكون سوتبل بارتكل سايز، مناسب، بحيث انه اولا يديني سيرفيس اريا عاليه، وفي نفس الوقت يديني فلو ريت كويس. يعني ايه فلو ريت؟ يعني يخلي الموبايل فيز يمشي خلاله بشكل معقول، ما يبقاش بطيء قوي، فبالتالي السيباريشن ياخد وقت طويل جدا ويبقى الموضوع تايم كونسيومينج. فعشان كده مهم قوي هنا ان البارتكل سايز بتاع السامبل بتاع سوري بتاع الستيشنري فيز بتاعي يكون مناسب، ولا هو صغير قوي 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 ولا هو كبير قوي قوي قوي. يفضل يكون فاين بارتكل سايز يحقق لي سيرفيس اريا عاليه ويحقق لي كمان فلو ريت كويس. من ضمن الحاجات اللي موجوده مهمه جدا، يمكن الكلام ده هنلاقيه في السلايد اللي جايه، اللي هي الكرايتيريا بتاعه الستيشنري فيز المفروض تكون عامله ازاي، فخلينا لما نجي لها احسن في السلايد اللي جاي، تمام؟ ولكن مبدئيا كلمه ادزوربشن هي فكره ان زي ما قلت لكم ان انا هيكون عندي الستيشنري فيز، لو افترضنا ان هو ده الستيشنري فيز بتاعي اللي تحت ده، تمام؟ تبتدي البارتكلز بتاعه السامبل تبتدي انها ايه يحصل لها ادزوربشن على السيرفيس بتاع الستيشنري فيز، تمام؟ طيب كل ما البارتكلز بتاعه السامبل او السوليد كومبوننتس دي تبتدي انها تعمل انتر اكشن اكتر مع الستيشنري فيز، يبقى ده معناه ان الحركه بتاعتها هتكون اقل، لانها هتمسك في الستيشنري خلاص ومش هتتحرك، وفي حين ان الكومبوننتس الثانيه اللي ما عملتش انتر اكشن مع الستيشنري فيز تبتدي تتحرك على طول مع الموبايل فيز بسرعه. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت سيباريشن، جزء اتحرك وجزء حصل له ادزوربشن على الستيشنري فيز بتاعي، تمام؟ طيب وهنا في نقطتين مهمين قوي عايزين نفهمهم. اول حاجه، ايه هي الكرايتيريا بتاعت السوليد ستيشنري فيز؟ انا اتكلمت على جزء منها، تمام؟ والحاجه الثانيه، ازاي السامبل بتعمل انتر اكشن مع الستيشنري فيز، يعني ازاي بيحصل لها الادزوربشن ده، ازاي بتمسك على السيرفيس، بتترتب على السيرفيس بتاع البارتكلز بتاعه الستيشنري فيز ازاي. تعالوا نشوف. اول حاجه الكرايتيريا بتاعه الستيشنري فيز. الكرايتيريا بتاعه الستيشنري فيز هنا ساعات بنسميه ادزوربنت لانه بيعمل ادزوربشن، فاتفقنا انه لازم يكون سوليد اكيد، اتفقنا ان البارتكل سايز بتاعته تفضل انها تكون زي ما قلت لكم صغيره، ولكن في نفس الوقت تكون معقوله بحيث ان تحقق لي فلو ريت كويس، وفي نفس الوقت تحقق لي سيرفيس اريا عاليه عشان تبقى افيلبل للادزوربشن. من ضمن الكرايتيريا الكويسه قوي كمان ان يفضل الستيشنري فيز في الحاله دي يكون كولرلس، يكون مثلا ابيض زي السيليكا كده. ليه؟ عشان لما يبقى عندي حاجه انا حاططها كالرد زي هنا كده تكون باينه قوي وتكون ايه؟ وتكون واضحه، تمام؟ تكون باينه جدا وتكون واضحه، فيبقى ده من الحاجات اللي هي المهم. خليني بس اشغل لكم البان. تكون واضحه جدا وتكون ايه؟ باينه زي هنا كده، كالرد ماتيريال موجوده على السيليكا بشكل كبير، خلاص؟ فيبقى دي من الحاجات المواصفات مثلا المهمه جدا. يفضل جدا انه يكون بورس، بورس في النيتشر يسمح بمرور الموبايل فيز ويحقق فلو ريت كويس. الحاجه الاخيره زي ما قلنا الفلو ريت اللي هو الحركه بتاعه الموبايل فيز خلال الستيشنري فيز نفسه. الحاجه الاخيره بقى هو لازم يكون عنده فانكشنال جروبس. الفانكشنال جروبس دي من خلالها يقدر يعمل انتر اكشن مع السامبل. خلي بالكم انا بتكلم دلوقتي على المواصفات بتاعه الادزوربنت اللي هو الستيشنري فيز بتاعي. فيفضل ان يكون الستيشنري فيز في الحاله دي عنده جروبس رياكتيف قوي تقدر انها تعمل انتر اكشن مع السامبل. بس خدوا بالكم الانتر اكشن انا بتكلم عليه هنا فيزيكال انتر اكشن مش كيميكال، اتفقنا على الحته دي خلاص، تمام؟ يعني مثلا ممكن ان هو يعمل بعض الانتر موليكولار فورسز زي مثلا الهيدروجين بونز، زي مثلا اللندن فورسز، تمام؟ او الفاندرفال فورسز، يبقى نوع من انواع، او الدايبول خلينا نقول افضل، الدايبول انتر اكشنز دي كلها نوع انواع من الايه، من الانتر اكشنز ممكن ان هو يعملها. عشان كده مهم قوي مثلا ان يكون عندي جروبس زي اللي موجوده في السيليكا كده، بنقول عليها السيلانول جروبس، اس اي او اتش، شايفينها؟ اس اي او اتش الجروبس دي كلها بتكون موجوده في السيليكا مثلا بارتكلز، اللي هي من اشهر الادزوربنتس اللي موجوده عندنا، بنقول عليها السيليكا جل،
في عندنا ادزوربتس تانية طبعا كتيرة زي الالومينا زي الكيس الجهر، حاجات كتير جدا. ولكن اللي يهمني هنا او السليلوز مثلا، انما هنا بنتكلم على السيليكا باعتبارها حاجه مشهوره قوي وانتوا عارفينها كتير واشتغلتوا بيها قبل كده في سنه ثالثه. فبنتكلم على الفري سيلانول جروبس دي اللي هي فيها الاو اتش جروب، الاو اتش دي من خلالها تقدر الجروب تقدر او السيليكا تعمل هيدروجين بونز مع السوليوت كومبوننتس اللي هي برضو عندها هيدروجين بوند دونر او اكسبتر جروبس. فهمنا ازاي؟ يبقى بنتكلم على نوع من انواع الانتر اكشن، الانتر اكشن ده بنقول عليه انتر موليكولر فورسز. كل ما الانتر اكشنز دي تزيد ما بين السيليكا من خلال السينانول جروبس بتاعتها وما بين السامبل كومبوننتس، كل ما الافينيتي بتاعتهم لبعض تبقى اكتر، كل ما السامبل تقعد اكتر مع الاستيشنري فيز وما تتحركش ويبقى الموفمنت بتاعها اقل، والعكس كل ما الانتر اكشنز دي تقل كل ما السامبل تبقى لوز خالص والكومبوننتس بتاعتها تبقى لوز ما تمسكش في الاستيشنري فيز وتتحرك بسرعه مع الموبايل فيز. هي دي فكره الادزوربشن باختصار شديد، وبنلاقيها في حاجات كتيره زي الكولمن كروماتوجرافي لو عبيناه سيليكا مثلا او عبيناه الومينا او عبيناه كيس الجهر اي حاجه من الادزوربنس اللي انا شرحتها دي، او بنلاقيه في التي ال سي زي ما انتوا اشتغلتوا كده في الجينجر بليت وعليه سيليكا من فوق، فبرضه هيحقق لي نفس البروبرتي اللي هي فكره الايه الادزوربشن. النقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم عليها هنا بيكلمك على الانتر موليكولر فورسز اللي بتبقى ريسبونسبل فور ذا ادزوربشن، واحنا قلناهم قلنا ممكن يكون أشهرهم طبعا هي الهيدروجين بونز دي أشهر حاجة، ممكن يكون عندي بعض زي ما قلت لكم اللندن فورسز والدايبول برضو مشهورين جدا فورسز، ولكن في بعض الأحيان النادرة قوي ممكن يكون عندي ويك كوفالنت بونز، واتفقنا إن دي حالة نادرة جدا لأن الانتر أكشن معظمه بيكون من خلال الإيه الانتر موليكولر فورسز اللي هي زي الهيدروجين بونز والدايبول واللندن إيه فورسز. كده احنا اتكلمنا على مواصفات الاستيشنري فيس، اتفقنا ان هو سوليد بورس سيرفيس اريا بتاعته عاليه نتيجه ان البارتيكل سايز بتاعه صغير، ولكن في نفس الوقت بيحقق لي فلو ريت للموبايل فيز عالي، كلرلس بحيث ان هو لو في كلرد سامبلز موجود عليه تقدر تبان بسهوله وتقدر ان انت تشوفها، عنده رياكتيف جروبس عشان تقدر انها تعمل الانتر موليكولر فورسز اللي احنا اتكلمنا عليها. طب السامبل بقى اخبارها ايه في الحاله دي؟ السامبل في الحاله دي لازم تكون في الاول، ودي نقطه مهمه جدا، البولاريتي بتاعتها تكون معقوله بمعنى انها تكون اورجانيك سوليبل يعني بتدوب في الاورجانيك سولفنتس والكلام ده، في نفس الوقت ما تكونش مثلا ايونيك لان الايونيك دي هتبقى بولاريتي عاليه جدا 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 بتدوب في ميه وغيره، وبالتالي مش هينفع انها تكون اورجانيك سوليبل، فهي تبقى اورجانيك سوليبل وتبقى نون ايونيك ده اكيد تمام، لان احنا محتاجين هنا نوع الانتر اكشن اللي يتم يكون عن طريق هيدروجين بونز، يكون عن طريق دايبول او لندن فورسز، ما يكونش عن طريق سولت بريدجز او الكتروستاتيك انتر اكشنز. في حاله الالكتروستاتيك ده هنحتاجه في نوع تاني من الكروماتوجرافي اسمه الاين اكستشينج، انما هنا احنا بنتكلم على نون ايونيك سامبلز عشان اقدر استخدم معاها الادزوربشن سيستم. انترميديت موليكولر ويت برضو ما اروحش على حاجات المولكيولر ويت بتاعها كبير قوي زي البروتينز وغيره واجي احاول افصلها عن طريق مثلا حاجه زي السيليكا، مش هتتفصل معايا. يبقى مهم جدا ان يكون المولكيولر ويت بتاعي انترميديت ايه انترميديت مولكيولر ويت خلاص. يبقى ده جزء مهم جدا او ده جزء المتعلق بالسامبل بتاعتي. اخر حاجه في جزء الادزوربشن عايزين نتكلم عليها اللي هي فكره ان ايه الحاجه اللي تخليني مثلا اشوف سبوت معينه ظهرت معايا عاليه قوي على تي ال سي بليت، يعني مشيت كتير قوي على تي ال سي بليت في حين ان سبوت تانيه مشيت قليل قوي على الاستيشنري فيس. يبقى اتفقنا ان اللي هيحكم لي الكلام ده هو الافينيتي بتاعت السامبل بتاعتي للاستيشنري فيس، كل ما الافينيتي دي تبقى عاليه كل ما هيمشي قليل، كل ما الموفمنت على الاستيشنري فيس هتكون قليله. يعني خلينا مثلا نرسم مع بعض كده، لو افترضنا ان ده تي ال سي بليت اهو خلاص، وادي تو سبوتس اهم هنا، اول سبوت مشت بقت هنا ظهرت هنا وتاني سبوت ظهرت هنا تحت تمام. يبقى السبوت دي مشت قليل، اللي هنا دي مشت قليل، السبوت دي مشت كتير جدا على الاستيشنري فيس. يبقى ده معناه ان السامبل او الكومبوننت اللي تحت ده عمل انتر اكشن اكتر مع الاستيشنري فيس عشان كده ما مشاش كتير لانه فضل ماسك كويس قوي في الاستيشنري فيس، فالموبايل فيز ما قدرش ان هو يحركه ويمشي بيه بعكس السامبل كومبوننت ده خلاص. يبقى لو قلت لك مين في التو سبوتس دول اللي مور سترونجلي ادزوربت، هتقول لي اكيد السبوت اللي تحت لان السبوت اللي تحت دي هي اللي مسكت اكتر في السيليكا او في الاستيشنري فيس بتاعي وبالتالي ما اتحركتش مع الايه مع الموبايل فيس. دي بشكل عام. طيب مين اللي يحدد بقى السامبل دي مشت قليل والسامبل دي مشت كتير؟ اللي يحدد الكلام ده فاكتورز.
اول فاكتور عندي هو الفانكشنال جروبس اللي موجوده في الكومباوند او السامبل بتاعتي. يعني احنا بنتكلم على السامبل دي اللي هنا الكومبوننت ده، تمام؟ الكومبوننت ده ايه الفانكشنال جروبس اللي موجوده فيه؟ وبنتكلم على الكومبوننت اللي هنا ده، الكومبوننت ده ايه الفانكشنال جروبس اللي موجوده فيه؟ يبقى ده مهم قوي، لان الفانكشنال جروب دي كل ما تكون بولر اكتر، لو بنتكلم على سيليكا مثلا، كل ما تكون بولر اكتر، تمام؟ يبقى كل ما هتعمل انتر اكشن اكتر مع السيليكا، وبالتالي مش هتتحرك بسهوله، والموفمنت بتاعتها هتبقى قليله جدا على الستيشنري فيز. والعكس، لو السامبل اللي عندي نون بولر خالص، يبقى مش هتحب قوي انها تعمل انتر اكشن مع الستيشنري فيز اللي هو السيليكا اللي هي فيري بولر، وبالتالي هتمشي بسرعه اكبر على الستيشنري فيز وهتتحرك مع الموبايل فيز. عشان كده كان في عندنا تقسيمه مهم جدا ان انتم تعرفوها للفانكشنال جروبس. عندي الموست بولر فانكشنال جروب اللي ممكن تكون موجوده في السامبل بتاعتي هي الامينز او الان اتش 2 جروبس، تمام؟ والليست بولر فانكشنال جروب اللي ممكن تكون موجوده في السامبل كومبوننت بتاعتي هي الهيدروكربونز اللي هي سي اتش سي اتش زي الالكينز والالكينز وغيره، تمام؟ يبقى لو انا عندي سامبل عباره عن هيدروكربون بس ما فيهاش اي حاجه وحطيتها على سيليكا، انا متوقع بشكل كبير جدا انها هتجري مع الموبايل فيز بسرعه جدا لانها مش هتعمل انتراكشن مع السيليكا. انما لو عندي كومباوند تاني في امين جروب في ان اتش 2 جروب، يبقى انا متوقع ان انا لو حطيته على السيليكا هيمسك في السيليكا جامد جدا نتيجه انه هيقدر يعمل هيدروجين بونز وغيره مع السيليكا، وبالتالي يبقى مش هيتحرك بسهوله على السيليكا بتاعتي، تمام؟ تعالوا ناخد مثال عشان نفهم الحكايه دي اكتر. لو انا جيت عملت تي ال سي بليت، التي ال سي بليت ده حطيت فيه تو جروبس، الجروب الاولاني او تو كومباوندز، الكومباوند الاولاني فيه الكول جروب يعني فيه او اتش جروب، والكومباوند الثاني فيه كربونيل جروب زي السي دبل بوند او، تمام؟ ونركز هنا على ترتيبهم في الاوردر اللي انا ماشيه ده. هتلاحظوا ان انا ماشي الى ديكريزنج اوردر، يعني الامين هنا اكبر حاجه في الافينيتي، هي تقدر تعمل السترونجست انتر اكشن مع الستيشنري فيز، بعدها الكربوكسيليك اسيد، طبعا الستيشنري فيز هنا سيليكا، بعدها كربوكسيليك اسيد، بعدها الكول، بعدها امايد الى اخره وانا ماشي. وبالتالي اكوردنج للي قدامي ده، لو جينا شفنا كده السلايد اللي جايه، اكوردنج للي قدامي ده اللي احنا قلناه قبل كده، او اكوردنج للترتيب اللي انا قلته قبل كده في الافينيتي بتاعت الفانكشنال جروبس بتاعت السامبل للستيشنري فيز، ادي تو سبوتس بتوعي، واحد منهم الكول واحد منهم كربونيل جروب او كيتن، تمام كده؟ الطبيعي جدا ان بعد الديفلوبمنت ده اللي ظهر عندي اهو، ادي تو سبوتس اهم ظاهرين واضحين، تمام؟ التو سبوتس دول واحده طالعه مشت شويه والتانيه مشت اقل منها بكتير زي ما انتم شايفين، وزي ما انتم شايفين هنا كده. فانا اكسبكتنج مين اللي ما مشاش ده اللي هو الافينيتي بتاعته كانت عاليه قوي للستيشنري فيز، فمسك في الستيشنري فيز وما اتحركش معاه، انا اكسبكتنج ان ده اكيد يكون الايه، هسيبكم شويه تفكروا، اكيد يكون الالكول بالظبط كده. والسبوت اللي ماشت بشكل اكبر شويه دي لازم تكون الايه، الكيتن، لان الكيتن الانتر اكشنز مع الستيشنري فيز بتكون اضعف، وبالتالي بيقدر يتحرك بسهوله مع الموبايل فيز. فهمنا الفكرة؟ وعلى هذا بقى تقدر تقيس أي أمثلة تانية أنت عايزها. النقطة دي برضو هتبين لي حاجة تانية، أو السلايد دي مبينة لي جزء تاني مهم جدا. الجزء التاني في الـ TLC plate، طبعا الـ TLC plate ده زي اللي أنتوا اشتغلتوا بيه بالظبط، عليه سيليكا واللي هي بولر جدا، وبحط موبايل فيز بيكون ريلاتيفلي نون بولر، يعني نقدر نقول إن السيستم ده نورمال فيز ولا ريفرسد فيز؟ نورمال فيز بالظبط كده، ام بي، خلاص؟ طيب النقطة التانية هتلاحظوا حاجة مهمة جدا، لو جينا بصينا على الفرق ما بين التو بليتس دول. البليت ده هو فيه تو، هم نفس السبوت انا حاططها، وده ميكتشر، الميكتشر ده فيه الكول وفيه كيتن، فبحط سبوت واحدة وبعدين امشيها على تي ال سي بليت، فيبدأوا يحصل الديفرنشال سيبريشن ده اللي احنا قلنا عليه، او الديفرنشال مايجريشن، ان الكيتن بيمشي اسرع زي ما قلنا والالكول بيمشي ابطأ، فيظهر التو سبوتس بالشكل ده. بس في فرق مهم جدا ما بين التو تي ال سي بليتس اللي قدامنا دول. اول فرق او الفرق الاساسي ان هتلاحظوا ان السبوتس هنا مشت اكتر شويه، شايفين؟ يعني لو جيت قارنت المسافه هنا او حسبت الار اف بتاعت السبوت دي وحسبت الار اف بتاعت السبوت دي، هتلاقي الار اف بتاعت السبوت دي اكيد ايه، اكبر، لانها مشت اسرع او مشت اكتر، برغم ان هو نفس السامبل كومبوننتس، نفس السامبل بتاعتي. يبقى ايه اللي اختلف هنا؟ اللي اختلف هنا هو الموبايل فيز، تمام؟ هو ده اللي اختلف هنا، الموبايل فيز. لو الموبايل، طب تفتكروا الموبايل فيز هنا هيكون اختلف في ايه؟ غالبا هيكون اختلف في البولاريتي بتاعته، تمام؟
ومن هنا بيظهر الفاكتور التاني اللي احنا عايزين نتكلم عليه اللي هو فكرة السولفنت سترينث. ده الفاكتور التاني اللي بيحدد لي السامبل بتاعتي هتمشي ازاي على الاستيشنري فيز لما بيكون في ادزوربشن. تمام؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان نفترض دلوقتي ان انا مستخدم سيليكا، خلاص السيليكا دي كاستيشنري فيز بولر جدا، تمام، واستخدمت معاها موبايل فيز مثلا في كلوروفورم، خلاص الكلوروفورم ده معروف انه اورجانيك سولفنت والبولاريتي بتاعته قليله مش كبيره قوي، تمام. فانا متوقع ان الحاله دي لو السامبل كومبوننت بتاعي مثلا كيتن هيمشي مسافه معينه على الاستيشنري فيز وخلاص. طيب لو جيت غيرت بقى الكلوروفورم ده واستخدمت مكانه ايثانول، الايثانول البولاريتي بتاعته اعلى شويه، وبالتالي انا متوقع في الحاله دي ان المسافه اللي هتمشيها السامبل اللي هي الكيتن بتاعتي هتكون اكبر شويه. ليه؟ لان في موبايل فيز اقوى بولر اكتر، فقدر يشد السامبل بتاعتي او الكيتن ويقلل الانتر اكشنز نوعا ما اللي موجوده مع الاستيشنري فيز، وياخد هو السامبل ويمشي بيها مسافه اطول شويه. فهمنا؟ يبقى السولفنت سترينث هنا مهم جدا. لو بنتكلم على سيليكا يبقى كل ما السولفنت بولاريتي هتزيد كل ما الالوشن هيزيد. يعني ايه الالوشن؟ كلمه الالوشن دي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، الموفمنت، المسافه او الحركه بتاعه السامبل كومبوننتس خلال السيستم بتاعي على الاستيشنري فيز. فهمنا؟ يبقى كل ما الالوشن هتزيد، عشان كده بنقول ان السولفنت في الحاله دي الالوشن سترينث بتاعته عاليه، يعني قدر انه يعمل الالوشن بشكل ايه؟ بشكل اكبر. خلاص؟ طيب هعرف منين انا البولاريتي؟ انا عندي حاجه مهمه جدا بتاعت السولفنتس، عندي حاجه مهمه جدا بتقول اسمها الالوتروبيك سيريز، اكيد سمعتوا عنها. الالوتروبيك سيريز دي بتقسم لي او بترتب لي السولفنتس اكوردنج تو ذير بولاريتيز، من الصغير للكبير. اقل بولاريتي هو السايكلوهكسين، طبعا انا مش جايب كل السولفنتس هنا بس جايب الحاجات المهمه، واعلى بولاريتي هو الووتر. يبقى انا لو بتكلم على الموست بولر سولفنت يبقى بنتكلم على الميه، لو بتكلم على الليست بولر سولفنت فاحنا بنتكلم على مين؟ على السايكلو هيكسين. بس كده، هو دي التقسيمه اللي احنا بنشتغل من خلالها. مفهوم؟ طيب يبقى ده كلام جميل جدا. وبالتالي من خلال الكلام ده لو احنا رجعنا للسلايد اللي فاتت وبصيتوا عليها هتلاقوا ان فعلا الفرق ما بين التو تي ال سي بليتس، ان التي ال سي بليت اللي سبوتس فيه مشت اعلى او مشت بشكل اكبر وبقى الار اف فاليو بتاعتهم اكبر، ده معناه ان السولفنت اللي انا مستخدمه هنا كان مور بولر، فقدر يشد السامبلز دي ويتحرك بيها بشكل اكبر مقارنه بالتي ال سي سيستم التاني. يبقى كده فهمنا ان الحاجتين اللي بيحددوا لي فكره الادزوربشن ويتحكموا في الادزوربشن هم الفانكشنال جروبس بتاعت السامبل نفسها، وهل هتقدر تعمل انتر اكشن بشكل قوي مع الاستيشنري فيز ولا لا، والحاجة التانية البولاريتي بتاعت السولفنت او السولفنت سترينث نفسه. تمام كده؟ ده على فرض ان احنا مستخدمين سيليكا، انا كل كلامي هنا على السيليكا. خلاص كده؟ اللي هي فيري بولر، اللي هو نورمال فيز يعني. نورمال فيز كروماتوجرافي. تمام؟ هتعكس بقى كل الكلام ده في الريفرسد فيز. ومن هنا ظهر عندي نقطة مهمة جدا في السولفنت سيستمز هنسمعها كتير واحنا شغالين في الشغل بتاعنا، فكرة كلمة ايزوكراتيك سيستم وجريدينت سيستم. يبقى كلمة ايزوكراتيك سيستم دي أول ما تسمعها فهي معناها إن السولفنت سترينث فضلت ثابتة خلال الديفلوبمنت بروسيس بتاعتنا أو خلال الكروماتوجرافيك سيباريشن بتاعنا. يعني زي في حالة التي ال سي مثلا كده، لما جيت واشتغلته في الجينجر، انت لما جيت حطيت التي ال سي بتاع الجينجر حطيته جوه جار، الجار ده فيه موبايل فيز، والموبايل فيز ده ما غيرتوش خلال السيباريشن، حصل السيباريشن ورحت مطلع التي ال سي بليت بتاعك وعملت له فيجواليزيشن بعد كده. ده اسمه ايزوكراتيك سيستم. يعني انت بدات بسيستم ونهيت بيه، هو بالظبط نفس السيستم بنفس السولفنت سترينث بنفس البولاريتي بنفس كل حاجه. ممكن يكون السولفنت سيستم ده سنجل، يعني عباره عن سولفنت واحد، استخدم هيكسين مثلا او استخدم ميثيلين كلورايد او غيره، وممكن يكون باينري. باينري يعني ايه؟ باينري يعني انا مستخدم اتنين سيستم او اتنين سوري سولفنتس بستخدمهم مع بعض ان ميكتشر. اقول مثلا ان انا هستخدم 5% مثلا او 95 مثلا ايثيل اسيتيت و5 هيكسين، فاهمني؟ او 50 هيكسين و50 ايثيل اسيتيت. يبقى في باينري سيستم بنسب معينه
عباره عن اتنين سولفنتس بس النسب دي ما بتتغيرش ثابته خلال الكروماتوجرافيك بروسيس، ده اسمه ايزوكراتيك. خلاص كده. النوع الثاني اسمه جريدينت، من اسمه واضح قوي، جريدينت يعني تدريجي او في حاجه جراديوال هتحصل، تمام؟ يبقى ده معناه ان انا هستخدم خلال السيستم ده يا اما different solvents يا اما different composition of the same solvents. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن اجي مثلا هقول لك ان انا هبتدي السولفنت سيستم بتاعي بمثلا ميثيلين كلورايد او كلوروفورم، وبعدين بعد فتره هبتدي استخدم سولفنت تاني زي الايثانول، فانا كده استخدمت different solvents. او هستخدم different composition of the same solvent، يعني انا هبتدي بميثيلين كلورايد في الاول وبنسبة 100%، بس بعد فترة هبتدي استخدم 95% ميثيلين كلورايد و 5% ميثانول مثلا، تمام؟ وبعد فترة تانية هبتدي استخدم 90% ميثيلين كلورايد وهستخدم 10% ميثانول. يبقى انا كده بغير في الكومبوزيشن بتاع السيستم، انما السيستم واحد، انا كنت بادئ بميثيلين كلورايد والميثيلين كلورايد موجود معايا، بس بغير في الكومبوزيشن بتاعه، بدل ما 100% بخليه 50، بخليه 60، بخليه 70 وهكذا، تمام؟ طيب التقسيمه دي او الجريدينت ده، عمليه التدريج دي هتعتمد على ايه؟ عمليه التدريج دي مهمه جدا يا شباب تفهموها، هتعتمد عمليه الجريدينت ايلوشن على حاجه مهمه جدا اسمها السولفنت سترينث او الايلوشن سترينث. الكلمه دي مهمه قوي وعايزكم تعرفوها كويس، الايلوشن سترينث يعني بمعنى ادق ان انا هزود القدره بتاعه السولفنت على انه يعمل ايلوشن للمركبات بتاعتي. واتفقنا يعني ايه ايلوشن خلاص من المحاضره اللي فاتت، اللي مش فاكر يعني ايه ايلوشن يرجع للمحاضره اللي فاتت، اللي هي الحركه بتاعه السامبل كومبوننتس على السيستم بتاعي. يعني باختصار شديد انا هخلي السولفنت يجري الكومبوننتس اللي موجوده، بدل ما هي ماسكه على الاستيشنري لا ده انا هخليه بقى يمشي بيها ويحركها شويه. هو ده فكره الجريدينت، يبقى ده الهدف بتاعه ان يزود، لان انا بعمل جريدينت عشان ازود الايلوشن سترينث بتاعه الموبايل فيز. ودي كومن ميستيك مهمه جدا، في ناس بتفتكر ان الجريدينت ايلوشن معناه ان انا ازود البولاريتي بتاعه الموبايل فيز، مختلف، دي حاجه ودي حاجه. ممكن تزود البولاريتي بس الايلوشن سترينث بتاعتك ما تزيدش. هتقولي ازاي؟ تعالوا نشرح الحته دي ببساطه جدا. هنيجي نتكلم اول حاجه على النورمال فيز. النورمال فيز السيستم بتاعي المفروض ان الاستيشنري فيز بتاعي بيكون سيليكا، خلاص؟ السيليكا بولر، والموبايل فيز بتاعي بيكون ريلاتيفلي نون بولر. ليه؟ هنفترض مثلا انا مستخدم كلورفول، خلاص؟ ريلاتيفلي نون بولر. السيستم ده في الحاله دي النورمال فيز لو انا عايز اعمله جريدينت ايلوشن، فانا الطبيعي بتاعي جدا ان انا احاول ازود البولاريتي بتاعت الموبايل فيز عشان يعمل ايلوشن اسرع. ما هو اللي حاصل ان المركبات بتاعتي بولر قوي فماسكه في السيليكا فما بتتحركش، الميثيلين كلورايد مش قادر يحركها. فلو انا زودت البولاريتي بتاعت الميثيلين كلورايد، حطيت مثلا ميثانول حسب الالكتروبيك سيريز مور بولر عنه، او حطيت ايثانول مور بولر عنه، يبقى انا كده قدرت ازود البولاريتي بتاعت السيستم بتاعت الموبايل فيز، قدرت اخليه ينافس السيليكا وبالتالي يحرك الكومبوننتس اللي موجوده على السيليكا، يبقى انا كده زودت الايلوشن سترينث. يبقى في حالة النورمال فيز فعلا انا لو زودت البولاريتي فانا زودت الالوشن سترينث. طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده على الريفرسد فيز، هتلاقوا العكس تماما. في حالة الريفرسد فيز الاستيشنري فيز بتاعك ريلاتيفلي نون بولر، خلينا نقول ان هو السي 18 وهنشرح يعني ايه سي 18 بعدين، خلاص ده نون بولر. والموبايل فيز مثلا بتاعك بيكون ميه، حاجه بولر جدا حسب الالكتروبيك ثيريز، تمام؟ وبالتالي المركبات بتاعتك لو ماسكه في السي 18 لازم هتكون زيه، يعني هتكون نون بولر، تمام؟ هتكون نون بولر، والميه هتكون في الحاله دي بولر جدا، وبالتالي مش قادره انها تحرك المركبات اللي موجوده على الريفرسد فيس. طب عشان تحرك المركبات دي محتاج ايه؟ محتاج في الحاله دي تقلل البولاريتي، محتاج تستخدم كومبوننتس او سولفنت يكون اقل في البولاريتي من الميه، زي مثلا الاسيتون او زي مثلا الميثانول، بحيث ان انت تبتدي تقلل البولاريتي بتاعت الموبايل فيز فيقدر ينافس السي 18 اللي هي نون بولر جدا، وبالتالي يبتدي يحرك الكومبوننتس. يعني في الحاله دي الايلوشن سترينث زادت لما قللت البولاريتي مش لما زودتها،
فهمنا يا شباب؟ عشان كده الجريدينت ايلوشن مهم جدا تفهمه، ان كلمه جريدينت معناها ان انا بزود او بغير في السولفنت كومبوزيشن او في السولفنت سيستم اللي انا مستخدمه عشان ازود الايلوشن سترينث. خلاص، لو انا بتكلم على نورمال فيز يبقى عن طريق ان انا هزود البولاريتي بتاعت الموبايل فيز، انما لو بتكلم على ريفرسد فيز يبقى عن طريق ان انا هقلل البولاريتي بتاعت الايه، بتاعت الموبايل فيز. يا رب تكون الدنيا هنا وضحت في السلايد دي، ولو برضو في اي حاجة ابعتوا لي في الكومنتس عشان اقدر اجاوب عليها. طيب دلوقتي يا شباب، ايه هي بقى التكنيكس اللي ممكن ان احنا نشوف فيها فكرة الادزوربشن كروماتوجرافي دي؟ فكرة الادزوربشن كروماتوجرافي دي ممكن تشوفها في حاجات كتير جدا، من ضمنها حاجات انت استخدمتها زي مثلا التي ال سي، مثلا الثري لاير كروماتوجرافي اللي انت عملته مثلا في سكشن الجينجر ده، ده عبارة عن ادزوربشن كروماتوجرافي. عندك سيليكا موجودة على بليت زي ما انتم شايفين هنا كده، بتحط سامبل وبتحطه في موبايل فيز بيكون نون بولر، وبيبتدي يحصل الادزوربشن للسامبل على السيليكا سيرفيس دي، ويبتدي يحصل السيباريشن ما بينهم حسب الافينيتي بتاعت السامبل للايه، للسيليكا. فده مثال واضح جدا وصريح على الادزوربشن كروماتوجرافي. ممكن تشوفه في الكولم، لو انت جيت عبيت السيليكا دي جوه كولم فهتبقى نفس الطريقه ونفس الفكره بالظبط، فده يعتبر ادزوربشن برضو. تمام، ممكن تشوفه في الاتش بي ال سي، الهاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي زي ما هنشوف بعدين، بس بيكون حالات اقل شويه. تمام، بيكون غالبا ريفرسد فيز اكتر من نورمال فيز يعني، بس ستيل بتشوفه في الاتش بي ال سي. بتشوفه في الجاز سوليد كروماتوجرافي، نفس الفكره ان بتشوف النوع ده موجود في الجاز سوليد كروماتوجرافي، هتاخدوها مع دكتوره مسعود. خلاص كده، ان يكون الموبايل فيز بتاع الجاز ولكن الكولم نفسه متعبي بسوليد ستيشنري فيز، فيحصل برضو الانتراكشن عن طريق الايه، الادزوربشن. يبقى اذا له فوائد كتيره جدا وبيبقى ابلايد في ديفرنت تكنيكس، ولكن الفكره هنا ان الفينومينا او الثيوري اللي من خلالها بيحصل عمليه السيبريشن بتكون ايه، بتكون ادزوربشن.